بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله معانا موضوع من الموضوعات الانترستنج في شابتر 17. بننتقل لشابتر 17. معانا في شابتر 17 موضوع من الموضوعات الانترستنج على line integrals في 17.2، واستكمالا ليها جزء برضو مهم على جزئية اسمها جرين سيري اللي هي 17.4 عندنا. دول في شابتر 17 جزئيتين يعني interesting على line integrals and the green theory عندنا. هي جزئية جديدة على line integral، هي فيها ميزة لline integral، فهي بيبقى single integral. يعني ميزة ليها ان single integral بتلاقي عندك evaluate line integral بيبقى single integral، بس هي في بعض الأحيان بيسمى كيرف انتجرال، فبيقولك ايفاليويت الانتجرال ده بتلاقيه لاين انتجرال أو بتلاقيه سنجل انتجرال بس على كيرف سي، لاين انتجرال على كيرف. فبيقولك ايفاليويت بيبقى سنجل انتجريشن أو سنجل انتجرال لفانكشن انتجريتنج فانكشن، وممكن الفانكشن تبقى فانكشن في x و y مثلا، فانكشن of several variable x و y، بيبقى هنا دي ال او ممكن زي التكست بيبقى دي اس، دي ال او دي اس، يعني اللي هو على بيعمل انتجريشن على كيرف، فبيبقى عنده في ال x و y. يعني لو الفانكشن هنا ادي x و ادي y، بيبقى عندنا كيرف معين بشكل معين، كيرف سي، وكيرف سي ده بيبقى عايز يعمل لاين انتجرال عليه، يجمع عليه. طبعا كنت دايما يعني السنجل انتجريشن سواء في ماس 1 وحتى في ماس 2 لما كان بيصادفنا كان بيبقى لاما دي اكس اور دي واي اور دي اكس دي واي، لما بيبقى دبل انتجريشن ده اللي كان بيصادفنا، لكن كان عمره ما صادفنا ان احنا بنعمل تجميع او بنعمل انتجريشن على دي ال، أو زي التكست في بعض الأحيان بيسميها دي اس، يعني هي دي ال أو دي اس، يعني الاتنين مع بعض دول اسمهم integration على line integral. هي فيها ميزة إنه single integration، فأنت بتحبوا single integration، لكن الجزء الجديد والغريب عليكم إن إحنا بنجمع على curve، التجميع ده بيبقى على curve. طبعاً معلومات ليك، يعني برضو ممكن يبقى line evaluate line integral. اولا هو ايه لاين انتجرال ده؟ يعني لما بيبقى عندنا كيرف في البلين اكس واي بيبقى فانكشن، لو عندنا فانكشن في اكس واي زي ما الفانكشن اللي شايفينها هنا كده، دي فانكشن في اكس واي وبنجمع عليها، فبيبقى الدايمنشن الثالث ده بيبقى اف اوف اكس واي، بنقعد نجمع على كل بوينت بيبقى ده. فبيبقى اللاين انتجرال في الحالة دي بيجيب لنا السيرفس اريا للايه، للقشرة الخارجية، مساحة القشرة الخارجية اللي انتوا شايفينها متهشرة قدامكم. ده اللاين انتجرال بيجيب الجزئية دي، لما بتبقى فانكشن في اكس وواي بيبقى الدايمنشن الثالث ده بيبقى الاف، فبيبقى الانتجريشن لاين انتجرال للفانكشن ده مبدئيا لما بتبقى فانكشن لاف اوف اكس وواي دي ال، فالتجميعة دي معناها أو بتجيب لك الـ surface area أو بتجيب لك مساحة القشرة اللي هي مرسومة عندك هنا. طيب ميزة كبيرة أو يعني برضو line integral من ضمن الحاجات اللي بيجيب لك حاجة اللي هي arc length اللي هي الطول، يعني مثلا عندنا زي السلك اللي بأبراج الكهرباء اللي هي الواصل بين أبراج الكهرباء، فبعض الأحيان بيبقى طبعاً أو أكيد طبعاً بنبقى عايزين اللي واخد شكل منحنى الكاتينة ده اللي هو كان كوشاين اللي عرفناه قبل كده في ماس 1، عايزين نعرف طوله قد إيه عشان نوصل السلك ده طوله قد إيه، أسلاك التليفونات، أسلاك الكهرباء، يعني لما بيبقى فيك عندنا كيرف، فالأبليكيشن التجميع هنا إن ممكن اللاين انتجرال يجيب لك الارك لينس او بيجيب لك طول الايه المنحنى اللي هو دي ال، بيبقى ما يبقى الانتجريتنج فانكشن اللي هي اف اوف اكس واي بتبقى ب1، يبقى في الحاله دي
اللاين انتجرال يعني انتجريشن واحد هو بس على اللاين او على الكيرف سي بيجيب لك الارك لينس للايه للكيرف ده. برضو من ضمن الحاجات اللي عندنا ان ممكن يبقى لاين انتجرال يقول لك ايفالويت لاين انتجرال. ايوه اتفضل. ممكن استفسر بس صغير معلش، ايوه اتفضل يعني على السلايد اللي فات. اه ممكن استخدم اللاين انتجرال ده في ان انا اجيب الاريا بتاعت السفير مثلا، مساحة سطح السفير، ولا ده بيستخدم مع لاين يعني الفانكشنز اللي هي يعني لاين؟ في ابلكيشن تكمله. يعني في ممكن بيتجاب. طبعا السيرفيس اريا في بعض الابلكيشن بيبقى السيرفيس اريا. يعني بيجيب طبعا السيرفيس اريا. طبعا. تمام ماشي، يعني ده مش هيجيب الفوليوم زي الدبل انتجرال بس هيجيب السيرفيس اريا بالظبط. بيجيب السيرفيس اريا. طبعا. خلاص تمام فهمت، شكرا. هنا برضو ممكن ممكن هنا الاستكمال ليها لو عندنا ممكن يبقى الكيرف في السبيس او ممكن يبقى ايفالويت اللاين على لاين انتجرال او ايفالويت اللاين انتجرال انتجريتنج فانكشن ممكن تبقى اف اوف اكس وواي وزد. هنا دي ال طيب ممكن يبقى كده. يعني ممكن يبقى الانتجريتنج فانكشن عندنا بتبقى function of several variable. ممكن لو هي في dimension 2 يبقى في الحالة دي هتجيب لك لو هي في dimension 2 زي السلايد اللي فات هنا هتجيب لك اللي هي مساحة القشرة اللي هي دي لما بيمشي على الكيرف والdimension الثالث هنا بيبقى هنا هو الفانكشن f. تمام. طيب برضو هنا لو الفانكشن ممكن تبقى of three variables ممكن برضو. معلومة ليكم طبعا ان احنا ناخد examples كتير على هو الدكتور صوته واقف ولا انا المشكلة من عندي؟ مفيش صوت. تمام مش ايوه شباب الصوت واضح لكم دلوقتي؟ ايوه تمام. طيب السكرين باينه مش كده؟ باينه لكم دلوقتي؟ تمام تمام تمام. طب يا شباب كنا بنقول دلوقتي في اللاين انتجرال هي انتجريشن هو سنجل انتجرال فهو مهما كان عدد الفاريبلز اللي عندنا ففي الاخر هنتعامل مع one variable لان هو single integration هيبقى كله هيبقى represented in terms of one variable. فتبقى عارفين عندك مين ال one variable اللي ممكن يسعفنا في كثير من المسائل. مش بنقول ان في كل المسائل اكيد هي البارامتريك فورمولا الصورة البارامترية عندنا. فبيهمنا كده البعض الكيرفات الأساسية علشان لما نيجي نحل الـ examples عندنا إن إحنا نتعرف على الـ parametric form لبعض الإيه لبعض الكيرفات عندنا. برضو هنا بالنسبة يعني برضو ملحوظة عندنا إن لما بنيجي يقول لك line integral ويبقى هنا dl الدي ال هنا لما بنشتغل يعني لو عندك كيرف كده بيبقى ده هو دي ال بيتقسم الكيرف لأجزاء من الدي ال وبنفضل نجمع على الدي ال هنا. الدي ال في الدايمنشن هنا بيبقى عبارة عن الجزئين الجزء ده اللي هو دلتا اكس والجزء ده اللي هو الدلتا واي. فبيبقى عندنا ان الدلتا ال عباره عن طبعا دلتا ال سكوير او جي ال سكوير عباره عن دلتا اكس سكوير بلس دلتا واي سكوير في الدايمنشن ايه في الدايمنشن 2. طيب يبقى من هنا بنبقى عارفين ان الجي ال عباره عن ايه عباره عن الروت سكوير روت لدلتا اكس سكوير بلس دلتا واي سكوير.
فعلشان كده بنلاقي عندنا ان احنا بنحاول نحطها في صورة يعني في صورة one variable عندنا، فبتبقى عارف بنجهز دايما كمية علشان الدي ال عندنا، فبيبقى عبارة عن root، لإما يبقى root. لو عايزين نجهزها فبيبقى عندنا ممكن نحطها delta x square plus delta y square، فممكن هنا ممكن نعملها in terms of parametric form delta l على delta t، فبيبقى dx by dt all square dx by dt all square اللي هي x dot square plus dy by dt all square اللي هي delta y square أو اللي هي y dot square dt. ده لو هنعمل representation in terms of صورة بارامترية اللي هي بارامتر t. ممكن لو divided على delta x خليها صورة تانية، فبيبقى عندنا dx by dx اللي هي 1 plus dy by dx all square dx، يبقى ممكن اللي هي root 1 plus y dash square 1 plus y dash square dx. لو ادالك الكيرف y function في x حسب الكيرف بيدي ازاي، ممكن هنا يبقى لو divided على dy، ففي صورة ثالثة عندنا للdl ان ممكن يبقى dy by dy اللي هي 1، ويبقى هنا يبقى 1 plus dx by dy اللي هي بنسميها في بعض الأحيان اللي هي x dash، يعني dx by dy all square dy. فيبقى هنا اللاين انتجرام بنخليه في الاخر او بنزوله في الاخر لونلي وان بارامتر، لونلي وان فاريبل عندنا، لا اما الفاريبل ده اكس اور واي اور تي اللي هي البارامتر عندنا. فيبقى طبعا تبقى دي معلومه من المعلومات اللي بتعرفها، يبقى عرفنا هنا ان ممكن اللاين انتجرال يجيب لك اللينس للكيرف لما بيبقى الانتجريتنج فانكشن بتكون 1 وبتكون ايكوال 1. وممكن هنا الحاجه الثانيه ان ممكن ان تبقى عارف ان اللاين انتجرال دي ال عندنا عباره عن ايه، ليه ثلاث اشكال، لاما يبقى روت اكس دوت سكوير بلس واي دوت سكوير دي تي لو احنا هنعمل ريبريزنتد ان ترمز اوف بارامتر تي، او ممكن يبقى روت 1 بلس واي داش سكوير dx لو هنعمل representation in terms of x، لو هنعمل representation للdl in terms of x يعني هنحول كله بدلالة x، أو ممكن يبقى root 1 plus x dash square اللي هي dx by dy لما هنستعمل عندنا ال a كله نحوله in terms of variable اللي هو ال y عندنا. بالمثل لما يبقى عندنا الفانكشن اوف 3 variables اللي هي الx والy والz، قدامنا option ان احنا برضو لاما هي in any way single integral هيبقى نزوله in terms of one variable، لاما ال one variable t or x or y طبعا or z يعني حسب ال variable، بس في الغالب لما بيبقى في ال space بنعوض عنه in terms of parameter t، بنحطها في صورة بارامتر ايه؟ بارامتر تي عندنا. في الحالة دي لما يبقى في 3 dimension بالمثل بيبقى تي ال، يبقى أول حاجة بنجهز الكمية لما يقولك evaluate the line integral بتجهز تي ال اللي هي لما بتيجي تجمع، بتيجي تجمع بتجهز الكمية تي ال. في الحالة دي هيبقى أكيد هنا بارامترية اللي هي x dot square أو dx by dt all square اللي هي x dot square plus dy by dt all square اللي هي y dot square plus dz by dt اللي هي z dot square، طبعا الروت هنا كل ده dt، يبقى كده هتتحول لسنجل انتجريشن بدلالة البارامتر c عندنا. طيب الحاجة التانية برضو علشان نيجي نحل الاكزامبلز عندنا، بنحتاج كده يعني نعرف
البارامتريك ايكويشن لبعض الكيرفات المشهورة يعني اللي عندنا. فيعني أول حاجة اللاين، اللاين عندنا اللاين لو هو في 2 dimension ممكن قدامنا option لنستعمل بارامتر تي. بيبقى أكيد طبعا كلكم عارفين الايكويشن للستريت لاين عندنا اللي هو بيبقى AX plus BY plus C equal A equal أو plus C equal 0. ده الايكويشن لإيه للستريت لاين عندنا. فيعني بتبقى ممكن قدامنا option ان احنا لاما نحطه دي اكس اور دي واي اور دي تي. يعني بالنسبه للستريت لاين في التو دايمنشن بنبقى مرفهين لان قدامنا 3 اوبشنز عندنا. طبعا بمعلوميه 2 بوينتس عندك وليكن اكس 1 واكس اكس 1 واي 1 واكس 2 واي 2 اكيد بنقدر ان احنا فورموليت ايكويشن للستريت لاين. طبعا محدش مش هيبقى عارفها يعني اللي هو عندنا هيبقى y minus y1 over y2 minus y1 اللي هو بنسميها equal الx minus الx1 over x2 minus الx1. طبعا دي احدى الستايلات، يعني في ستايلات كتير. لو عايزينها بالصورة البارامترية ممكن نقول equal t. واكيد طبعا ان الايكويشن الستريت لاين عندك بمعلوميه السلوب كان ممكن يبقى ax plus b plus c equal ax، كان ممكن يبقى ax plus by plus c مثلا equal 0. ممكن فورموليت الستايل ده وبيبقى عندك y in terms of x or x in terms of y or برضو اللي هي الايكويشن الستريت لاين in terms of parameter t. ف يعني في رفاهيه لما بيبقى الايكويشن الستريت لاين بيبقى في التو دايمنشن عندنا. طبعا الموست كومن اللي احنا طبعا بنفضلها ان الايكويشن الستريت لاين اكيد في التو دايمنشن بيبقى y in terms of x و يعني بن سبستيتوت عندي x or دي y عندنا. ده بالنسبه ده الموست كومن يعني ده اللي احنا بنستعمله. طب في 3 دايمنشن، في 3 دايمنشن ايكويشن الستريت لاين هيبقى بمعلومية 2 points وليكن 2 points عندنا وليكن x1 وy1 وz1 بقى لأن في 3 dimension بنذكرك بيها، ومعنا another point وليكن x2 وy2 وz2. معنا 2 points بيظهر فيهم الـ z عندنا. الإكويشن للستريت لاين طبعا ممكن فورموليت الفيكتور ليها بنذكرك ليها، فممكن يبقى الفيكتور اللي انت فورموليتنج ليها عبارة عن الفيكتور فرق الإكسات اللي هي X2 minus X1 وفرق الويات اللي هي Y2 minus Y1 وفرق الZ اللي هي Z2 minus Z1. وده فيكتور، الفيكتور بيتكتب كده ممكن وممكن تقول ان فرق الإكسات بإيه وفرق الويات بـ وفرق الزجاجات بإيه بـ C. يبقى في الحالة دي الإكويشن البارامتريك إكويشن للستريت لاين بنذكرك بيه في 3 دايمنشن هياخد الشكل الآتي. طبعا بنثبت بوينت وليكن X1 Y1 وZ1 ويبقى ياخد الشكل الآتي X minus X1 over اللي هي X2 minus X1 اللي هي الـ A equal Y minus y1 over فرق الويات اللي هي y2 minus y1 اللي هي احنا سميناها b equal z minus z1 over z2 minus z1 اللي احنا سميناها c equal parameter t equal parameter اللي هو t. طب لو عايزين الصورة البارامترية بناخد كل bracket ونساويه بالايه ونساويه بالt. ففي الحالة دي لو أول bracket x minus x1 over a equal t يبقى لو ضربنا طرفين في وسطين هيبقى ال x equal x1 plus ال a times ال t. في المثل بالنسبة ل y minus y1 over b equal t هيبقى برضو equal equal t over b equal t هيبقى برضو y equal y1 بلاس ال b times t. بالمثل بالنسبة للبراكت الأخير اللي هو z minus z1 over c equal t
برضو هيبقى الصورة البارامترية يبقى Z equal Z1 plus C times T. يبقى الشكل ده أو الصورة دي هي الصورة البارامترية، الصورة البارامترية أو البارامتريك فورم للستريت لاين. طبعا البارامتر T بيبقى greater than or equal 0 وless than or equal 1. دي بس كانت جاست تذكرة لكم لإيكويشن الستريت لاين في الثري دايمنشن عندي. طيب ممكن برضو معانا ممكن يبقى معانا إليبس. بنذكركم بالإليبس كان من ناس 1 وليكن الإليبس x square over a square plus y square في إحدى الاستيلات للإليبس over b square equal 1 equal 1 ده equation للإليبس. البارامتريك هنا طبعا بنذكرك بالإليبس، تتذكروا الإليبس معانا طبعا عارفينه. البارامتريك equation ليها بنفكر في صورة بارامترية بحيث ان هي satisfy الـ equation. فممكن بنقول ان الـ x equal الـ a cosine الثيتا او cosine التي، عشان بنقول البارامتر هو التي، a cosine t، و الـ y equal الـ b sine t. فعلا هنلاقي هنا sine t، هنلاقي فعلا ان الصوره البارامتريه دي فعلا سبستيتوت او بتحقق الايه الايكويشن عندنا، بحيث ان a سكوير كوزين سكوير تي اوفر الاي سكوير بلس البي سكوير ساين سكوير تي اوفر البي سكوير هيبقى ايكوال 1 عندنا، يبقى بتحقق ساين سكويرتي. وهنا ده بالنسبة للتمثيل البارامتري للإليبس. يعني ممكن برضو التمثيل البارامتري للسيركل. السيركل عندنا نخليها في سلايد ثانية. تمثيل البارامتري للسيركل، السيركل عندنا وليكن لو هي x سكوير بلس y سكوير إيكوال الـ a سكوير. ممكن هنا إن الـ x إيكوال الـ a كوزين الـ t و ال y equal ال a برضو sin t. ال t هنا البرامتر بيبقى طبعا على السيركل بيبقى من 0 ل 2 باي. يعني دي equation للسيركل دي ال x y x square plus y square equal a equation للسيركل center 0 و 0 و radius a. هنا x وهنا y وهنا اللي هي دي الإيكويشن x سكوير plus y سكوير equal ال a سكوير. ده طبعا تعلموا معلومة تعرفوها هنا. يعني بالمثل برضو لو قلنا بارابولا، لو قلنا البارابولا يعني مش محتاج قوي للصورة البارامترية فيها، ولكن لو قلنا البارابولا y equal x سكوير فيعني ممكن إحدى الصور البارامترية ليها وليكن مثلا ال x الـ x بـ t والـ y بـ t سكوير مثلاً، وليكن التمثيل البارامتري مش بنحتاجها، احنا ممكن نعمل لها representation in terms of dx or dy. دي يعني هنا علشان نشوف المسائل، لأن يعني بنعرف أو دي فكرة، لأن في الغالب يعني إن أو طبعاً طريقة البروسيجر إن إحنا هنزول المسألة in terms of only one variable عندنا. اللي كان بيسألني إن ممكن إن line integral عندنا يجيب لنا يحسب أو هو ممكن يحسب لنا surface area أو ممكن. برضو دي تعتبر application هنا، لأن هنا برضو بيقولك إيه، بيقولك evaluate the length of a unit circle. طبعاً كلكم تعلموا إن the length of unit circle اللي هي x square plus y square equal 1 unit circle center 0 0 radius a 1
وتخلي بالكم هنا ان اللاين انتجرال ليه اتجاه، يعني لما يقول لك من بوينت لبوينت ده ليه اتجاه، ما ينفعش ان احنا نمشي لان ده ليه اتجاه. لو غيرنا الاتجاه هيتغير الاشاره وهيبقى مش صح عندنا، يعني هيبقى مش صح. يبقى لازم هنا لما بيقول لك لاين انتجرال يبقى لازم بتخلي بالك هنا ان بيبقى له ايه، بيبقى له اتجاه. تمام. تتذكروا معانا هنا اللينس لليونت سيركل ده هيطلع بكام، او المفترض الاجابه الفاينل ريزلت تكون عارفينها، بس حد عارف هيطلع بكام هنا يا شباب؟ بيقول لك evaluate the length of unit circle. اه محيط الدايره. اه بكام؟ اه بالظبط 2 باي بالظبط. يعني احنا هنا عارفين ان الفاينل ريزلت هيبقى 2 باي، بس احنا هنا عايزينها باللاين انتجرال. فزي ما قلنا ان اللاين انتجرال هنا هيبقى ال L عباره عن انتجريشن للدي ال على الكيرف، او على لما ساعات يقول لك اليونت سيركل او الكيرف سي هو السيركل اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 1. فيعني هنا السيركل ده هيبقى البارامتريك ايكويشن ليها هيبقى الاكس ايكوال الاي والاي ب1 يبقى كوزاين التي، والواي ايكوال ساين التي. بنجهز الكميه اللي هي السكوير روت ل dx by dt all square اللي هي x dot square plus dy by dt all square اللي هي y dot square. بنجهز الكمية دي لأن الكمية دي هي dl، وإحنا هنعمله in terms of dt لأن dl عبارة عن root x dot square plus y dot square dt. يبقى هنا، وطبعا هنا عارفين إن t هيبقى البارامتر هيبقى من 0 ل 2 باي، فهيبقى روت دي اكس باي دي تي اللي هي نيجاتيف ساين تي اول سكوير، ودي واي باي دي تي اللي هي كوزاين التي اول سكوير اللي هي اكيد طبعا ب1 دي تي. فيتحول الانتجريشن اللاين انتجرال لإيفالويت لسنجل انتجرال اللي هو روت، بنذكرك تاني يعني عشان تبقى يعني عارف الشكل، دي اكس باي دي تي اول سكوير بلس دي واي باي دي تي اول سكوير دي تي، والبارامتر تي من 0 ل 2 باي في الكيس ده. طيب احنا طلعناه بواحد، الروت ده طلع ايه؟ طلع بواحد. يبقى اللانس عبارة عن الانتجريشن من 0 ل 2 باي دي تي، طبعا اكيد ايكوال هنا 2 باي عندنا، واحنا كنا عارفين طبعا ان ده محيط الدايرة وهيطلع لنا ب 2 باي، والمحيط اللي هو طول الطول ده كله طلع ب 2 باي، كنا عارفين هيطلع ب 2 باي. ده اللانس هنا للكيرف طلع بايه؟ ب2 باي عندنا. طبعا ممكن يغير الكيرف ده بس مثال بسيط يعني اللي انتوا عارفين الفاينل ريزلت، لكن ممكن اكيد بيغير الاكزامبل، بيغير الكيرف ده ويديك كيرف تاني سواء في 2 دايمنشن او في 3 دايمنشن عندنا. يعني هو يعني جديد عليك لكن انترستنج وصح، لان هو يعتبر ان هو سنجل انتجريشن، والسنجل انتجريشن بالنسبه لك بيبقى موضوع صح. ممكن برضو يقول لك evaluate زي الاكزامبل اللي موجود عندك ده، بيقول لك evaluate الانتجريشن على سي. خلي بالكم هنا انتجريشن على سي لانتجريتنج فانكشن، عطاها لك هنا اللي هي انتجريتنج فانكشن، يعني الفانكشن اللي بنعمل عليها الانتجريشن، ها اللي هي 2 بلس اكس سكوير واي دي انتجريتنج فانكشن دي اس اور دي ال يا شباب، يعني يا اما نكتبها دي اس اور دي ال. يعني بفضل اكتبها دي ال باعتبار ان انا بنميزها عن السيرفيس انتجرال اللي هو بيحصل لنا سيرفيس اي، فممكن يبقى دي اس او دي ال. اللي حيث السي بقى عباره عن ايه؟ بيقول لك هو الابر هاف يونت سيركل، ابر هاف يونت سيركل، حيث السي عباره عن الابر هاف يونت سيركل. طبعا عارفين ابر هاف يونت سيركل اللي هو
السيركل اللي سنتر ليها 0 0 وهي الابر هاف الجزء البوزيتيف والريديوس بيبقى اكبر. ده اليونت سيركل وابر هاف يونت سيركل ده الابر هاف يونت سيركل اللي هو حدد. اكيد طبعا عارفين في اليونت سيركل ان البارامتريك ايكويشن هنستعمل يوزنج البارامتريك ايكويشن ودي عدت علينا في الاكزامبل اللي فات الاكس كان بكوساين جي والواي كان بساين جي وكان الجي ال عدى علينا هو ايكوال دي تي الجي ال اللي هي روت اكس دوت سكوير بلس واي دوت سكوير دي تي والتي بقى في اليونت هاف ده هو قال لك ابر هاف يعني قال لك ابر هاف يونت سيركل في الابر هاف هيبقى ستارت من 0 لغايه باي اللي هي الفيرست والسكند كوارتر عندنا. يبقى في الحاله دي عندنا اللاين انتجرال اللي هو ده في المساله يعني خلي بالنا بس يعني ايه عشان يبقى الموضوع بالنسبه لك تحسبه كله صح وتضمنه كدرجات ان شاء الله. فادي اهو ادي اللاين انتجرال بيتحسب بقى ازاي بقى هنا اهو هيبقى انتجريشن ان ترمز اوف اونلي وان فاريبل استقرينا على وان فاريبل اللي هو تي بارامتر تي. طيب الانتجريتنج فانكشن عباره عن 2 بلس الاكس سكوير اللي هي كوزاين سكوير كوزاين سكوير تي تايمز الواي اللي هي ساين تي. مين الفانكشن دي الانتجريتنج فانكشن اللي هو ده يعني دي الانتجريتنج فانكشن المره دي بقى فيها انتجريتنج فانكشن الانتجريتنج فانكشن دي هي دي الانتجريتنج فانكشن اللي ده تمام. طيب وبعد كده بيبقى عندنا الدي اس هو احنا هنا هو ده دي اس هو دي ده دي اس فبنلتزم بيها دي اس لان هو ده دي اس فدي اس عباره عن كان دي تي الروت ده كان طلع ب1 ودي تي والانتجريتنج من 0 لغايه الباي من 0 لباي بس يعني اللاين انتجرال اللي هو ده ووصفه اتحول لسنجل انتجريشن ده اظن مفيش اسهل من السنجل انتجريشن بالنسبه له لان كده بقى ماس 1 اصلا مش ماس 2 كمان ها كده بقى ماس 1 فيعني بقى يعني ملعبك من واسع يعني ها لما يبقى كان قبل كده الدبل انتجريشن كان ملعبك ده بقى السنجل فالسنجل ده بقى خلاص هنا بقى الاول ترم بيبقى ايه 2 تي طبعا والسنجل اصلا حتى لما تحسبه بتقدر ان انت تشيك بالايه بالكالكوليتر عندك. هنا نيجاتيف طبعا بنذكرك ان دي فانكشن ليها باور في الديريفاتيف للفانكشن من غير الباور هيبقى ناقصه اشاره اللي هي نيجاتيف يبقى نيجاتيف كوزاين كيوب بنضيف على الباور 1 ونقسم ديفايد على الباور الجديد. فانكشن ليها باور رول رقم 1 في الانتجريشن في ماس 1 فانكشن ليها باور في الديريفاتيف للفانكشن من غير الباور عندك. وبعدين هنا سبستيتيوت من 0 باي ويطلع الفاينل ريزلت هيكون 2 باي والرقم ده هيبقى بلس 2 اوفر 3. فده بندور بقى هنا في الاجابات عن الايه عن الرقم يعني ممكن في الاختيارات طبعا انتوا عارفين ممكن يظهر فيها الباي باعتبار ان انت كده بتحسبها بايدك بقى يعني لان في الكالكوليتر لو حطيت الانتجريشن ده في الكالكوليتر هو الهدف الكالكوليتر ان انت كنت بتعمل تشيك وليس ان انت بتحسب بيه قوي يعني فهنا لما بتحسبها يبقى لازم تحسبها بايدك لان الكالكوليتر هيروح مطلعها لك ديسيمال مش هيطلعها لك 2 باي بلس 2 اوفر 3. ما اعتقدش ان في اي مشكله في السنجل انتجريشن بالنسبه لك وبتشوف بقى طبعا يعني مساله بتبقى عاديه بتحلها وبتلاقي الاجابه بتاعتها موجوده من ضمن الايه من ضمن الاختيارات. في اي مشكله او اي حاجه نشوف مع بعض انذر اكزامبل ابتدى الموضوع يوضح شويه عندنا ويبقى سهل يعني ها. طيب نشوف انذر اكزامبل كده مع بعض. طيب الاكزامبل ده طيب الاكزامبل ده بيقول لك ايه بقى هنا بيقول لك ايفالويت انتجريشن لسي في الغالب سي ده بيبقى كيرف انتجرال او اللي هو بيبقى لاين انتجرال
فبيقول لك evaluate الانتجريشن لC لانتجريتنج فانكشن عبارة عن 2x ds وبيقول لك C بقى ده يعني integration line integral لC وبيقول لك C بقى هو مين C consists of الارك C1 للبارابولا ده مسار ده باص يعني y equal x square from خلي بالك ان line integral ليه اتجاه لما يقول لك من البوينت 0 0 يبقى هنا الاكس اكسس وهنا الواي اكسس قال لك من البوينت 0 0 من البوينت 0 و 0 لغايه 1 و 1 من 0 و 0 ل 1 و 1 من 0 و 0 لغايه 1 و 1 وليكن هنا من 0 و 0 ل 1 و 1 أخد أنهي باص؟ أخد y equal x square طبعاً عارفين y equal x square ده عبارة عن بارابولا symmetric حوالين ال y axis ال coordinate اللي هو مش square وده جزء من 0 ل 0 ل 1 ده اللي بالك هو ليه اتجاه line integral لاتجاه والاتجاه ده هو سماه إنه curve C1 أو المسار الأولاني الباص الأولاني اللي هو C1 تمام؟ طيب followed by يتبعه vertical line segment خط vertical رأس يعني C2 يتبعه C2 والC2 قال لك start من 1 و 1 لغاية 1 و 2 من 1 و 1 لغاية 1 و 2 1 و 2 يبقى يجي vertical يتبعه مسار تاني أو باص تاني C2 start من 1 و 1 لغاية 1 و 2 عندنا يعني بتخلي بالك بقى هنا في المسألة دي أنه ادالك مسارين يعني قالك أن هو في مسار مشي من بوينت لبوينت على مسار C1 والC1 قالك ادالك ادهولك أن هو y equal x square بينما السي 2 قال لك vertical straight line vertical line والvertical line ده الايكويشن ليه يعني هو ما ادالكش الايكويشن لكن قال لك ان هو من 1 و 1 line segment joining من 1 و 1 ل 1 و 2 وهو طبعا يعني كويس هو قال لك ان هو vertical كان ممكن ما يقولكش هو معروف ان هو الx ب 1 ده ايكويشن لvertical straight line هو ما ادالهوش بس هو احنا عارفينه من 1 و 1 ل 1 و 2 سواء قال لك انه vertical او ما قالش انه vertical احنا عارفين من 1 1 ل 1 و 2 والايكويشن دي x equal a x equal 1 طيب الحاجه الثانيه اللي بتخلي بالكم منها بقى هنا ان الانتجريشن اللاين انتجرال سي اللي هو عايزه عباره عن مجموع انتجريشن على الكيرف الاولاني ثم بلس الانتجريشن على الكيرف الثاني لانه مشي في مسارين مسار سي 1 ثم باص يعني سي 1 ثم another bus C2 ادهالك بهذا الشكل طيب يبقى محتاجين بقى ان لكل مسار بنجهز الكمية اللي هي دي اللي عندنا او دي اس بتساوي ايه عارفين ان دي ال ليها ليك اوبشن من ثلاثة لاما تقول root x dot square plus y dot square dt لو حطيتهم في صورة بارامترية أو root 1 plus y dash square dx لو الكيرف y in terms of x وفي الغالب ده البارابولا مدهولة or integration ل 1 plus x dash square اللي هي dx by dy dy لو احنا هنشتغل فيها ودي في الغالب الفورمولا للvertical line اللي احنا هنستعمل طيب نشوف كده نشتغلها ازاي عملية بتبقى سهلة لما بتجمعها كده بتبقى العملية بتبقى سهل. أول كيرف عندنا بيبقى معانا الكيرف الأولاني C1 وادالك إن ال y equal x square. طيب بنجهز dl عندنا. طبعا معانا y داش ب 2x ومعانا الدي ال
اللي هي عبارة عن روت 1 بلس y داش سكوير اللي هي 2x all سكوير اللي هي 4x سكوير dx. يبقى الانتجريشن الأولاني، الانتجريشن على الكيرف الأولاني، يبقى الانتجريشن على c1 عبارة عن انتجريشن ل 2x اللي هي الانتجريتنج فانكشن. مين ال 2x دي؟ هي الانتجريتنج فانكشن اللي هو اداها في المسألة. تايمز دي ال او دي اس، هي هنا اللي اداه هو دي خليها، طب نخلي دي ال. الدي ال اللي هي روت 1 بلس 4x سكوير دي اكس، وده الانتجريشن الاولاني. بالنسبة للمسار الاولاني او الباص الاولاني، الاكس فيه valid من كام لكام؟ من x بزيرو لغاية x بايه بوان، يبقى الانتجريشن هيبقى من زيرو لوان. ده الباص الأولاني يعني. طيب الانتجريتنج فانكشن دي أو دي برضو ستاندرد. ستاندرد ازاي يا شباب؟ بنذكركم برضو دي ماس 1 من واسع يعني عادي، اللي هي فانكشن اللي هي 1 بلس 4x سكوير قول لي فانكشن ليها باور اللي هي هاف. الدريفاتيف للفانكشن من غير الباور، الدريفاتيف للفانكشن من غير الباور محتاجين ال 8 ب 8x، موجود 2x، موجود 2x يبقى divided by 4 يبقى 1 over 4. ده الانتجريتنج فانكشن الاولانية عندنا. طيب يبقى ادي ده على المسار الاولاني، ما زلنا الانتجريشن على ال سي 1 هيبقى انتجريشن 1 over 4 لل 8x function لها باور اللي هي 1 plus 4x square all to the power half dx، والx عندنا من 0 ل 1 function لها باور في derivative للfunction من غير الباور. هنضيف على الباور 1، على الباور ده 1 اللي هي 3 over 2، ونضيف على الباور الجديد يبقى times 2 over 3 و 1 plus 4x square all to the power 3 over 2، وبنعوض بالحدود اللي هي من 0 لغاية 1. فمعنا هنا ده مع ده فيها 2، يبقى هنا ده مع ده فيها 2 اللي هي 1 over 6، وسبستيتوت بالأبر اللي هي 1 فبيدينا 5 to the power 1 اللي هي 5 to the power 3 over 2 اللي هي 5 root 5، minus لما سبستيتوت عن الx بزيرو بيدينا minus 1. يبقى ده الإجابة للإنتجريشن على المسار الأولاني اللي هو على السي 1، طلع بالفاليو دي. لسه هنجمع عليها على المسار الثاني اللي هي سي 2، تمام؟ نجمع عليها على المسار الثاني اللي هي السي 2. طيب الباص الثاني، الإنتجريشن على السي 2، الإنتجريشن على السي 2 إيه بقى؟ السي 2 ده vertical line، vertical line. طب ال vertical line ده ال equation ليه بايه؟ بـ x بـ 1. يبقى ال integration هنا ال x equal 1، طبعا بتخلي بالك هي بتبقى عملية تبقى سهلة، لكن بتخلي بالك هنا ال x equal 1، وال y بتبقى valid من ال من 1 ل 2، من 1 ل 2. ده ال equation للباص الثاني اللي هو سي 2، x 1 والواي بتبقى من 1 لغايه ايه؟ من 1 لغايه ال من 1 ل 2. طيب الx 1 يبقى هنا الانتجريتنج فانكشن يبقى انتجريتنج ل 2 دي ال. طب ال دي ال بقى هنعوض عنها بايه؟ ال دي ال هيبقى ال دي ال عبارة ممكن نعوض عنها هيبقى روت، هتبقى 1 بلس x داش سكوير اللي هي دي x باي دي واي اللي هي بزيرو اول سكوير دي واي. يبقى الانتجريتنج بقى، الانتجريتنج على المسار الثاني سي 2 ل 2x دي ال ده هيتحول لانتجريشن ال x 1 يبقى ب 2، وبعدين الدي ال لقيناها هي دي واي اللي هي روت ل 1 دي واي اللي هي دي واي. طيب والواي بترنجز من 1 ل 2،
فالانتجريتنج ده هيبقى بايه؟ ب 2. الانتجريتنج على المسار الثاني هيبقى ب 2. يبقى الانتجريشن على السي عباره عن مجموع الانتجريشن على السي 1 ثم الانتجريشن على السي 2 اللي هي المسار الثاني. الانتجريشن على السي 1 كان طلع لنا 1 over 6 times مين كان 5 root 5 minus 1، ده الانتجريشن الاولاني بلس الانتجريشن على المسار الثاني اللي هو كان بتوين. بس يبقى ده اللي الفاينل ريزلت للمساله. يبقى ده الانتجريشن، ده الفاينل ريزلت للمساله. نبص كده للاختيارات او نشوف كده الاختيارات ونختار منها الاجابه اللي هي بتجي لك. الاجابه دي نختارها من ضمن الايه الاختيارات، لو اكيد هنلاقيها ايه موجوده لو ده بيسال فيه. طيب بنشوف مع بعض النظر اكزامبل. في اي مشكله؟ سهله 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 يا شباب، بس هي جديده بس سهله يعني. طيب نشوف مع بعض كده النظر اكزامبل. اكزامبل الموجود عندك هنا نبص كده فيه كده نشوف بيقول لك ايه. بيقول لك evaluate الانتجريشن ده اللي هو y square dx. خلي بالكم المرة دي y square dx plus x dy، بس الانتجريشن ده على curve c. وبعدين مرة قال لك ده يعتبر مسألة اللي هي الجزئية ايه، مرة قال لك ان الـ ان الـ ان curve c او المسار سي هو اللاين سيجمنت اللي جوينينج بين تو بوينتس نيجاتيف 5 ونيجاتيف 3 و 0 و 2. يعني ادي عندي هنا الاكس وهنا الواي، بنشوف نيجاتيف 5 ونيجاتيف 3. نيجاتيف 5 ونيجاتيف 3 مثلا سي بوينت هنا، نيجاتيف 5 ونيجاتيف 3 والبوينت الثانية 0 و 2 سي هنا مثلا 0 و 2 0 و 2. فمرة قال لك ان هو اللاين سيجمنت من، خلي بالك ليها اتجاه، يعني قال لك من البوينت نيجاتيف 5 ونيجاتيف 3 لغاية ده مسار 0 و 2، ده مسار اولاني ده سي 1. قال لك احسب اللاين انتجرال على المسار ده الجزئيه الاولانيه. طيب ومره ثانيه تعتبر مساله ثانيه اللي هي الجزئيه بي، قال لك المسار سي هو سي 2 وهو عباره عن البارابولا ده، بارابولا اكس ايكوال 4 ماينس واي سكوير. طبعا عارفين 4 ماينس واي سكوير ايكويشن للبارابولا. اي بارابولا بنحتاج ايه؟ بنحتاج ليها الفيرتكس وسيمتريك اراوند مين. طبعا سيمتريك اراوند الفاريبل اللي مش سكوير اللي هو الاكس. طب والفيرتكس ليه؟ هنلاقي الفيرتكس اللي ممكن يتحط في صوره ان هو اكس ماينس 4، اكس ماينس 4 ايكوال نيجاتيف واي سكوير. يبقى الفيرتكس ليه 4 و 0، الفيرتكس ليه وليكن 4 و 0 وليكن هنا 4 x 4 y b c. وبيبقى open left وبيقول لك يعني تاني هو البارابولا بيلف حوالين الاكس سيمتريك حوالين الاكس اكسس واوبن ليفت، والفيرتكس ليه من الايكويشن وهو برضو ليه الاتجاه ده من نيجاتيف 5 ونيجاتيف 3 ده المسار الثاني لغاية 0 و 2. طيب احنا لسه ما حليناهاش، يعني هما دول يعتبروا مسألتين في بعض. مرة قال لك خد مسار لاين سيجما سي 1، ومرة قال لك خد مسار أو باص ثاني هو بارابولا وادالك البارابولا ده. تفتكروا كده لما هنحل المسألتين هيدوا ذا سيم ريزلت ولا ريزلت مختلف؟ تفتكروا كده يا شباب؟ الريزلت مختلف عشان بيعتمد على الباث تقريبا. اكيد طبعا، اه بالظبط، يعني اكيد اللاين انتجرال بيعتمد على الباث
بيعتمد طبعا اكيد على الدايركشن يعني. يعني لو قال لك من بوينت لبوينت يعني من نيجاتيف 5 ونيجاتيف 3 ل 0 و 2 غير لما يقول لك من 0 و 2 ل نيجاتيف 5 ونيجاتيف 3 هو هنا هيديك اشاره مختلفه يعني بس هي تبقى عارف ان هي ليها ليه اتجاه تمام يعني كويس يعني احنا متوقعين ان كله ايه اكيد الريزلت هيكون مختلف. طيب نمسك نحلها يعني هم دول يعتبروا مسالتين. الاول اكزامبل عندنا ان او المساله الجزئيه الاولانيه اللي هي جزئيه ايه عايز انتجريشن على سي 1 لايه لواي سكوير دي اكس بلس الاكس دي واي. السي 1 بقى هو الايه هو اللاين سيجمنت اللي جوينينج بتوين التو بوينتس دول. الايكويشن اللاين سيجمنت اللي جوينينج بتوين التو بوينتس اكيد طبعا كلكم تعرفوا فورمولات الايكويشن للستريت لاين بنثبت بوينت منهم يبقى هنا اكس ماينس اكس نوت اللي هي بلس 5 على اكس ماينس اكس نوت على او ما كده كده هضرب طرفين في وسطين هي تمام على y minus y not كان ممكن برضو y minus y not اللي هي plus 3 يبقى هنا ناخد فرق الإكسات x2 ب0 فرق الإكسات 0 minus minus يبقى هنا 5 على فرق الويات ما هو ده السلوب سواء فرق الإكسات على فرق الويات اللي هو 2 minus minus 2 ماينس ماينس اللي هو على 5 صح كده ولا ايه؟ تمام يبقى هنا ب 1 يبقى هنا ايكوال 1. طيب طبعا كان ممكن نقولها طبعا انتوا واخدين على ان هي واي ماينس واي نوت اللي هي زي بلس 3 على الاكس ماينس الاكس نوت اللي هو بلس 5 ايكوال فرق الويات فرق الويات اللي هي برضو 5 على فرق الاكسات اللي هي برضو 5 اللي هي ب1. طيب يبقى هنا لما بنضرب طرفين في وسطين ادي السلوب طالع ب1 يبقى معانا y بلس 3 y بلس 3 ايكوال x بلس 5. طبعا انا عكست دي كان يعني انتم عارفين طبعا بتبداوا ب y ماينس y نوت بس لما جيت هنا خدت فرق الاكسات على فرق الوايات وهي هي لما بتضرب طرفين في وسطين طبعا عدلتها يعني دي هي دي طبعا ودي عارفينها من ثانوي يعني مش دي حاجه اتلخبط حد يعني. يبقى هنا هيبقى معانا الايكويشن الستريت لاين هيبقى y equal x plus 1 يبقى الستريت لاين ده اخره ان y equal x plus 1 x plus 2. هتلاقي ممكن في التكست ساعات بيحتاج او بيعمل البارامتريك فورم للستريت لاين وهي في التو دايمنشن عشان ياخد البارامتر من 0 ل 1 مفيش مشكله يعني دي قلناها. يعني هنا الأسهل معنا straight line معنا y equal x plus 2 فيعني ممكن معنا يبقى ال g y يبقى على المسار الأولاني ال y equal x plus 2 ويبقى هنا ال g y equal هيبقى هنا g x ال g y equal g x فيبقى هنا أجي ده المسار عندنا كل ما يصادفنا y يبقى نحول كله in terms of g x يبقى اللاين انتجرال ميزته ان هو بيتحول لسنجل انتجريشن. المسار الاولاني لقيناه ستريت لاين وكوناه اللي هو اكس بلس 2 يبقى لقينا الافضل ان احنا ممكن ده تكنيك ان احنا هنزوله كله ان ترمز اوف جي اكس يبقى اللاين انتجرال هنا ادي الواي سكوير كل واي باكس بلس 2 باكس بلس 2 اون سكوير و بلس والدي اكس موجوده وهنا بلس الاكس ادي بلس الاكس والجي واي ايكوال دي اكس اهو يبقى هنا ادي دي اكس والاكس هنا بين التو بوينتس هيبقى من ايه من الاكس للبوينت الاولانيه اللي هي من نيجاتيف 5 لغايه اكس للبوينت الثانيه اللي هي لغايه 0 من نيجاتيف 5 لغايه ال 0 ده يعني اكيد ما فيش مشكله في حساب اللاين انتجرال الاولاني هنا
وهيطلع الفاينل ريزلت. طبعا ده سنجل انتجريشن فما فيش اي مشكله في حساباته، يبقى اكس سكوير بلس 4x وبلس 4x، يبقى اكيد طبعا يبقى انتجريشن اكس سكوير، هنفك السكوير بلس 4x واكس يبقى بلس 5x بلس 4 بلس. طبعا ده سنجل انتجريشن ما فيهوش اي مشكله في الحسابات، وسبستيتيوت بالابر ماينس اللور ويطلع الفاينل ريزلت هيطلع بنيجاتيف 5 اوفر 6. بتخلي بالك لما بيديك مسار بيقول لك من ستارت من بوينت اللي هي بيبقى ليه نقطه ستارت ونقطه اند، فهو قال لك ستارت من البوينت دي نيجاتيف 5 ونيجاتيف 3 و2 يبقى اند عند البوينت الثانيه اللي هي 0 و2. محدش اختار لو حد عمل عكس الاتجاه هيبقى مثلا من 0 ل 2 لنيجاتيف 5 ونيجاتيف 3 هو بيطلع له 5 اوفر 6، بس هي الاجابه الصح هي نيجاتيف لانه ادالك مسار والمسار ليه ستارت وليه اند، فهي الاجابه بتكون نيجاتيف 5 اوفر 6 وليس مثلا العكس او اذروايز، يعني ما ينفعش تختار اجابه ثانيه لان الاجابه دي هي الاجابه الصح في المساله. يبقى لما اختارنا باس لاين سيجمنت طلع بالايه بالفاليو دي سهله. طيب نشوف كده انظر الباص، الباص الثاني اللي ادهولك فيه المساله. الباص الثاني اللي ده في المساله قال لك اكس ايكوال، قال لك بارابولا اكس ايكوال 4 ماينس واي سكوير، وبرده ستارت من البوينت دي زي ما رسمناه تو البوينت دي، يعني في ستارت وفي ام. بنذكرك كده كان ده الباص الثاني اللي موجود هنا، والباص الثاني اللي هو ده كان عباره عن اكس ايكوال 4 ماينس واي سكوير، ده المسار الثاني اللي هو ده في المساله، وليه ستارت وليه اند، يعني ليه اتجاه، يعني اللاين انتجرال ليه اتجاه يا شباب، ليه ستارت وليه اند. طيب هنعمل ايه في المسار الثاني هنا؟ نحول كله، طالما ادالك الكيرف او المسار اكس بدلاله الواي يبقى ممكن بنحول كله بدلاله جي واي، لان ممكن هنا في المسار اللي في الانتجريتنج فانكشن هنشيل كل جي اكس ونعوض بنيجاتيف 2 واي جي واي، ونشيل كل اكس ونعوض ب 4 ماينس واي سكوير اللي هو البارابولا اللي قدام. يبقى على هذا الاساس الانتجريتنج فانكشن او المسار الثاني التكامل على المسار الثاني الباص سي 2 للانتجريتنج فانكشن اللي هي واي سكوير جي اكس بلس الاكس جي واي، هنحول كله بدلاله 1 فاريبل اللي هو الواي عندنا. طيب يتحول ازاي؟ ادي الانتجريتنج فانكشن، يبقى عندنا اول واحده عندنا دي هي الواي سكوير اهي. طيب والجي اكس كل جي اكس بنيجاتيف 2 واي جي واي، طيب بلس بالنسبه للاكس يعني سبستيتيوت عن الجي اكس ان ترمز اوف جي واي، وسبستيتيوت عن الاكس ان ترمز اوف الواي بالايكويشن اللي اداها اللي هي 4 ماينس واي سكوير، وبرده هنا جي واي. طب الواي في الباص اللي اداه بين التو بوينتس هيبقى الواي عندنا هيبقى من نيجاتيف 3 لغايه الواي للبوينت الثانيه اللي هي 2. طبعا الانتجريشن ده سهل ما فيهوش مشكله، لكن تخلي بالك بس هنا هيبقى انتجريشن ده سنجل انتجريشن من نيجاتيف 3 ل 2 بيبقى نيجاتيف 2 واي كيوب ونيجاتيف واي سكوير وبلس ال 4 وهنا جي واي، طبعا بتضيف على الباور 1 وتقسم على الباور الجديد بلس الواي، ويطلع هنا الفاينل ريزلت هو بيطلع 45 اوفر 6 اللي هي 245 اوفر 6، يعني ده كنا عارفين طلع بالبوزيتيف. ها طلع بالبوزيتيف، ما ينفعش تطلعه بالنيجاتيف، ما ينفعش تطلعه رقم تاني. وبرده لو هو المسار ده بتدور على الاجابات في هنا بتلاقيها الايه، بتلاقيها الريزلت دي. طبعا يعني دي لو كالكوليتور، يعني لو هي فاليو ما فيهاش الباي فالكالكوليتور حتى لو طلع لك ديسيمال في زرار بيحول من ديسيمال لراشونال بحيث ان هو ممكن يقول لك ان هي 2 4 5 اوفر 6، وفي حاجات ممكن الكالكوليتور بيخدمك فيها
وفي حاجات زي الريزلت لما كانت بتطلع in terms of by ما بيخدمكش فيها وبتحسبها بإيد. طبعا انا ما بعتبرش ان دي مشكله بالنسبه لاي طالب لان دي سنجل انتجريشن وماس 1 وما فيهاش اي مشكله في اي حسابات في اي حاجه، يعني ما يعني ما فيهاش فكره في الجزئيه دي. هي اللاين انتجرال هي جديده ومش جديده، يعني هي اللي مش جديد فيها انه بيتحول لسنجل انتجريشن، لكن الجديد فيها هي ازاي بيتحول لسنجل انتجريشن لما بتعمل انتجريشن على اللاين انتجرال. يبقى اللي احنا استخلصناه من الاكزامبل ده ان اكيد اللاين انتجرال اولا ليه اتجاه، ثانيا ان كل ما بناخد باص بيدينا فاليو، يعني متوقعين لما بيجيك باص ادانا فاليو، خد باص تاني between two points برضو ادانا another value عندنا. ف يعني ده من ضمن الحاجات اللي خدنا بالنا فيها او عرفناها بالنسبه بالنسبه للنوعيات دي من المسائل. في اي مشكله؟ طيب نشوف مع بعض فكرة تانية. Another example. نشوف مع بعض. هنا بقى الاكزامبل ده بيقول لك evaluate the length of the arc of the helix. الهيليكس ده كيرف في سبيس، الهيليكس اللي هو الكيرف اللي مرسوم عندك ده هو كيرف في السبيس. وعطهولك بارامترك. فده خلاص ده مسهل لنا الدنيا هنا. هو هي الجديد ان ما تعملناش قبل كده مع كيرف في ال 3 dimension. فهنا اللاين انتجرال في السبيس يعني بيديلك equation في الاكس والواي والز. فبيقول لك evaluate the length of the helix ده كيرف يعني اسمه الكيرف المرسوم عندك ده اسمه الهيليكس given by parametric x equal cosine t والواي equal sin t والزد ايكوال تي والبارامتر تي من 0 ل 2 باي يعني. ده يعني سهله قلناها يعني قلناها او حليناها مع بعض قبل كده. ان معانا ان الارك لينس او اللينس اوف ذا هيليكس عباره عن انتجريشن للدي ال مبدئيا. طيب الدي ال عندنا هو عباره عن ايه؟ الدي ال عباره عن روت عباره عن سكوير روت ل dx by dt all square plus dy by dt all square plus dz. ده بقى أول مرة يظهر لنا z في مسألة لكن عارفينها قلناها يعني all square dt ده في الـ space. طيب الـ dx by dt بـ negative sign يبقى هنا negative sign t all square و dy by dt ال derivative للsine بcosine يبقى cosine t all square sine square plus cosine square ب1 plus dz by dt ب1 dt يبقى 1 plus 1 يبقى dl عبارة عن root 2 dt. طيب يبقى سهل بقى، يبقى الانتجريشن هنا ال عبارة عن integration ل root 2 dt و t اديها لك البرامتر من 0 ل 2 باي. يبقى عندنا هيبقى 2 root 2 باي أو 2 باي root 2 عندنا. ده بيمثل لنا إيه الرقم ده؟ ده بيمثل لنا إيه الرقم ده؟ بيمثل لنا اللينس للكيرف اللي اداه اللي هو منحنى الهيليكس. انا كده عامل زي السوستة زي ما شايفينه كده في السبيس من تي بزيرو لغاية تي بتو باي يعني. تمام كده شباب؟ طيب نشوف مع بعض another example. في اي سؤال؟ لو عايز اللينس نشوف مع بعض another example. المرة دي بقى بيقولك evaluate the line integral ل y sin z dl. the line integral على ال curve c حيث c هي ال circular helix
اللي given by the equation نفس الإيكويشن. يعني هنا المرة دي نفس المسار بس قالك evaluate the line integral ده. برضو دي سهلة. ليه؟ لأن معانا dl عبارة عن root لx dot square اللي هي negative sin t ده حسبناها قبل كده والsquare plus dy by dt اللي هي y dot square اللي هي بكوزين t all square plus dz by dt اللي هي بالone dt ده dl أو ds اللي هو ده في المسألة. طيب هو عايز line integral على الكيرف C، line integral على الكيرف C، والكيرف C عرفه بأن هو الهيليكس اللي معطى بارامترية. يبقى المرة دي اختلاف ده عن الإكزامبل اللي فات، الإكزامبل اللي فات كان عايز الـ arc lens، المرة دي لا عايز line integral على الـ arc lens، على الـ lens أو على الكيرف. فمعنا أجي الواي يبقى هنبريزنت كله in terms of parameter T. الواي في الانتجريتنج فانكشن طبعا عارفين أجي هنا دي الانتجريتنج فانكشن اللي هي y sin z، فمعنا الواي هنريبليس بارامتريك والزد بارامتريك بـ t وبنعمل اللاين انتجرال للانتجريتنج فانكشن اللي هي الواي بـ sin t times sin z والزد بـ t يبقى sin square times dl والdl طلعت بايه بروت 2 dt. وقال لك ان t من 0 لايه من 0 ل من 0 ل 2 باي من 0 ل 2 باي. طيب المره دي بقى الانتجريشن تحول لايه؟ تحول ل find الانتجريشن لروت 2. روت 2 ممكن يخرج بره الانتجريشن من 0 ل 2 باي sin square t. فاكرين الانتجريشن ده يا شباب sin square t dt حل ازاي؟ فاكرينه sin square؟ فاكرينها يا شباب double الangle توالس؟ ايوه انا عايزه صح، هو الاثنين صح بس احنا عايزين ولس. اللي بيقول ولس بقى ايوه افضل ولس. طبعا خلي بالكم بقى لما يبقى هو هنا ولس ليه، لان هو ولس خلي بالك بيحسب من 0 باي باي 2 بس هنا نقدر نزولها لان طالما الباور ايفن فما عندناش مشكله. ادي 4 روت 2 انتجريشن من 0 باي باي 2 لان ولس بيحسب من 0 باي باي 2. طبعا يعني خلي بالكم لما يبقى ولس لان بتسهل لنا المساله جامد، ها فبيبقى الافضل تخلي بالكم بس ولس بيحسب من 0 باي باي 2 لساين ليها باور او كوساين ليها باور او البرودكت ليهم مع بعض. ففي الحاله دي ادي ولس هيبقى ادي 4 روت 2 هيبقى هنا ادي هاف والباور ايفن فبيبقى تايمز باي باي 2 تايمز باي باي 2 ال 4 مع ال 4 ويتبقى الفاينل ريزلت لروت 2 تايمز باي ده اللاين انتجرال المطلوب في المساله. روت 2 تايمز باي بتشوفها من ضمن الاجابات اللي موجوده عندك هنا. طبعا لما بيبقى الفاينل ريزلت فيها باي بيبقى يعني طبعا من ضمن الحاجات بتحسبها بايدك لان الكالكوليتر مش هيطلع لك الفاينل ريزلت روت 2 تايمز باي، لا بيضربها مع بعض ويطلعها دي سين، فبيبقى بتحسبها ايه بتحسبها بايدك. طبعا ما اي مشكله او اي ازعاج لان هي سنجل انتجريشن عندنا بيبقى العمليه بالنسبه لك بتبقى سهله، يعني مفيش مشكله في الانتجريشن حتى نفسه عندنا. اللي بيقول بدبل الانجل هننصحكم التكاملات او الانتجريشن اللي ممكن فيها تستعمل ولس اللي هي انتجريشن من 0 لباي باي 2 يفضل طبعا ان انت تستعمل ولس لان احنا في ماس 2 وليس في ماس 1 عندنا. دي بالنسبة للإكزامبل ده، في أي سؤال فيها؟ يعني أنا شايفة الموضوع ابتدى يبقى أوضح بالنسبة لكم إن شاء الله. line integral نشوف مع بعض another example. طيب نشوف مع بعض كده another example. الإكزامبلز برضو يعني الجديدة برضو عليكم هو هذا الإكزامبل دي، لأن هنا بنشوفه كده مع بعض. بيقول لك evaluate integration على كيرف C للشكل ده y دي x plus z دي y plus x دي z. يعني هو هنا متشتت، يعني عايز اللاين على دي x ودي y ودي z
لكن الكيرف انتجرال او الكيرف اللي اداه المسار اللي اداه الباص قال لك consists of line segment C1 هو ال from point 200 لغاية 3 ده في السبيس. يبقى ادي معانا الx axis وهنا الy axis وهنا الz axis مع وبعدين followed by يبقى هنا مسارين. يعني هنا خلي بالك ان عايز integration على C عبارة عن مسارين الانتجريشن الاولاني على C1 followed by يعني بلس الانتجريشن الثاني على C2 ادالك مسار تو باصص. يعني هنا عايز المسار result of the sum of two passes عندنا. طيب مين التو باصص بقى؟ الباص الاولاني C1 عبارة عن line segment من point لpoint. البوينت هي 2 و0 و0 على الx axis 2 و0 و0 2 و0 و0 وليه اتجاه يا شباب ليه من start ليه start ولي end لغاية 3 ال x ب 3 وال y ب 4 ال x ب 3 وال y ب 4 مثلا سي ال x ب 3 وال y ب 4 وال z ب 5 فسي درافت طبعا بنعملها درافت لغاية 3 و 4 و 5. يبقى الباص الأولاني C1 من البوينت 2 و 0 و 0 لغاية البوينت من 3 و 4 و 5 ده الباص الأولاني C1. مطلوب منك إيه لما يديك الباص ده؟ عايزين الإكويشن للستريت لاين ده في السبيس شكلها إزاي؟ ودي عرفناها قبل كده أو دي قلناها لأن هنعملها بارامترية هنمثلها بارامترية. طيب لسه ليها تكملة. بيقول لك followed by ال vertical line segment C2 ال من 3 و 4 و 5 من البوينت اللي احنا طبعا عندها لغاية 3 و 4 و 0 اللي هي لغاية دي. يبقى الباص الثاني C2 start من 3 و 4 و 5 لغاية 3 و 4 و 0 ده الباص C2. مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك تعرف او تكون الايكويشن للستريت لاين في السبيس ده. ده في السبيس ده فيرتيكال ها ده في السبيس ده فيرتيكال. الايكويشن البارامتريك ليها هي ايه؟ ودي قلناها دي قلناها. طيب مبدئيا كده خلينا هنا في الاول نكون الايكويشن للسي 1 للباص الاولاني لاين سيجما والايكويشن للسي 2 شكلها ازاي. equation straight line من 2 و 0 و 0 ده C1 في الأول. C1 من 2 و 0 و 0 لغاية 3 و 4 و 5 بنثبت point وليكن 2 و 0 و 0 وبنكونها وأكيد بنستعملها بارامترية. يبقى x minus 2 على فرق الـ x اللي هي 3 minus 2 اللي هي بالـ 1 equal y minus 0 على فرق ال y اللي هي 4 minus 0 اللي هي بال 4 equal z minus 0 على فرق ال z اللي هي 5 وهنا equal t بارامتر t نذكرك فيه الكلام ده مش غريب عليك. بنضرب كل bracket ده في ال طرفين فاصلتين في ال علشان نجيب البارامتر تي بارامترية شكلها ازاي. يبقى هنا معانا ال x equal x note اللي هي بال 2 plus t وال y equal y note اللي هي بال 0 plus 4t يبقى 4t وال z equal 0 z note يعني اللي هي بال 0 plus 5t يبقى 5t. ده وال t عندنا ما بين 0 و 1 ما بين 0 و 1. يبقى ده التمثيل البارامتريك فورم للباص الاولاني اللي هو C1 عندنا. نشوف للباص الثاني اللي هو C2. قال لك vertical line vertical line اللي joining between the two points vertical line. بس سبيس عشان يبقى الموضوع باين لكم في نفس السلايد. طيب
فالبوينت هنا هي عبارة عن 3 و 4 و 0 يبقى معانا الباص C2 بنثبت البوينت وليكن البوينت الأولانية اللي هي 3 و 4 و 5 وبنقول X هيبقى X minus 3 على فرق الـ X بزيرو equal Y minus 4 على فرق الـ Y بزيرو equal Z minus 5 على فرق الـ Z اللي هي 0 minus 5 اللي هي negative 5 و equal parameter T. وبالمثل هنا هيبقى عندنا الـ X equal 3 والـ Y equal 4 والـ Z هيبقى equal 5 negative 5t والt من 0 ل 1 يبقى ده المسار التاني يعني. تمام كده يا شباب؟ يبقى كده ده جبنا. يبقى دورك لما يقول لك باص الستريت لاين في السبيس من بوينت لبوينت دورك ايه في الاول قبل ما ابدا اي مساله اشوف البارامتريك فورم للستريت لاين في السبيس شكله ايه. ده دورك. قال لك followed by another boss في السبيس عبارة عن line segment يبقى برضو دورك ان انت تجيب البارامتريك equation للستريت لاين اللي joining between two points هنا. بتراعي في البارامتريك equation ان انت start من point و end point تانية. فليه اتجاه؟ يعني لما بيقولك start من 2 و 0 و 0 لغاية 3 و 4 و 5 يبقى ده الاتجاه هنا. لو عكست الاتجاه هيديك رقم مش صح. فده بتخلي بالك من ايه؟ بتخلي بالك من الجزئية دي. وعملية سهلة ما فيهاش اي مشكلة عندك. يبقى كده يبقى الانتجريتنج فانكشن ده هو لاين انتجرال. هو كان عطولي دي اكس ودي واي ودي زد انا وعلى باص سي عبارة عن لاين سيجما انا هحوله كله ان ترمز اوف دي تي. يبقى الانتجريشن ده نحوله كله ان ترمز اوف دي تي عندنا. يبقى معانا هنا بنذكرك على الباص الاولاني C1 اللي احنا جبناه كان البارامتريك فورم كان X equal 2 plus T وال Y كان equal 4T وال Z equal 5T. الباص الاولاني والتي ما بين 0 و 1 على اللاين سيجمنت هو ما ادهاش بس دي احنا عارفينها. ايوه اتفضل. الانترفال بتاع التي منين؟ نعم اما انا لسه بقولها الانترفال للتي ده البارامتريك فورم لللاين سيجمنت هو ما ادهاش بس معروفه ان اللاين سيجمنت ان هو من 0 لتي. يعني طبعا انتوا دي حاجه من ضمن الحاجات اللي تعرفوها لانها لاين سيجمنت هي قطعه مستقيمه بحيث هنا شايفين دي البارامتريك فورم المفترض يعني معلومه دي عارفينها معروفه يعني حتى من ثانوي ان هي البارامتر تي من 0 ل 1 بحيث ان هي ده لاين سيجمنت. لما تي ب 0 شايفين هنا لو حطيت تي ب 0 بيديك ايه؟ بيديك الاكس ب 2 والواي ب 0 والزد ب 0 اللي هي البوينت الاولانيه. ها البوينت الاولانيه اللي هي دي مش كده؟ لما نحط تي ب 0 لو حطيت تي ب 1 يعني هنا لو حطيت التي لو هنا ادي البارامتر تي من 0 ل 1 لو حطيت التي ب 0 لو التي ب 0 جابت لك البوينت دي الستارت هو 0 و 0 ها لو حطيت التي ب 1 بارامتر تي ب 1 يحصل ايه هنا؟ هيبقى الاكس بكام؟ الاكس هتبقى ب 3 مش كده؟ والواي هتبقى ب 4 والزد هتبقى ب 5 اللي هي 3 و 4 و 5 اللي هي البوينت الثانيه اللي هي دي. ده كان لاين سيجمنت يعني هي دي حاجه يعني المفترض زي اللي خدتها هي اللي خدتها في ثانوي معادله قطعه مستقيمه. فيعني اي ولما تبقى البارامتر تي ان بتوين بتبقى اي بوينت بتوين التو بوينتس start من البوينت دي و end في البوينت الثانية و in between بيبقى بتاخد اي value between 0 و 1 بيبقى هنا يبقى هتبقى point between two points. واضحة؟ لو جينا للبارامتريك equation للC2 يعني دي من المعلومات اللي عندكم
عارفين بنسمي بس بنذكرك بيها، بنذكرك بيها تاني. ادي اهو للسي 2 مثلا، ادي سي 2 اهو للسي 2 اللي هو ده السي 2 برضو بالمثل. السي 2 دي البارامتريك ايكويشن للسي 2 اللي هو ده. لما تحط التيب 0، تحط التيب 0 هنا، هنا هيديك ايه؟ ان الاكس ب 3 والواي ب 4 والزد ايه ب 5 اللي هي الستارت بوينت دي لما التيب 0 بالسي 2. طب لو حطيت التيب 1، لو حطيت التيب 1 هتديك ايه؟ الاكس ب 3 البوينت والواي ب 4 والزد ب 0 هي الان بوينت اللي هي الان دي. لو حطيت البارامتر تي ان بتوين يديك اي بوينت على اللاين سيجمنت دي. فهو لاين سيجمنت يعني قطعه مستقيمه جوينج بتوين تو بوينتس ليها ستارت وليها اند. فالبارامتر فور بارامتريك فورمولا هي البارامتر تي رينجز بتوين 0 ورينجز بتوين 0 و 1. على فكره هي دي تيبيكال لللاين سيجمنت في التو دايمنشن اكس واي برضه. يعني لو حطيت لها البارامتريك فورمولا تي، ودي موجوده برضو هتلاقيها في التكست، ممكن موجوده مستعملها في التكست ومستعمل ليها. يعني ممكن هنا لو معايا ايكويشن ستريت لاين، ستريت لاين جوينينج بتوين تو بوينتس، اي تو بوينتس هنا، وحطيت لها البارامتريك فورمولا ليها. يعني مثلا سي البوينت دي مثلا لو هي 4 و 1 مثلا، اي تو بوينتس يعني، وهنا وليكن 1 و 1 و 3 مثلا، اي 2 بوينتس. فالايكويشن الستريت لاين اللي جوينينج بتوين التو بوينتس مثلا، لو قلنا التو بوينتس ستارت من 1 و 3 لغايه هنا، كان ممكن تحط لها تمثيل بارامتري، كان ممكن تحطها ان تيرمز اوف تي. دي بنفس الاسلوب برضه. ازاي؟ بالثابت بوينت وعندك هنا ايه؟ هيبقى البارامتريك ايكويشن بيبقى بالثابت بوينت اللي هي x1 وy بايه ب3، وبيبقى معانا x ماينس 1 على فرق الاكسات اللي هي 4 ماينس 1 اللي هي ب3 ايكوال y ماينس 3 على فرق الوايات اللي هي 1 ماينس 3 اللي هي نيجاتيف 2 وايكوال بارامتر تي. ده اللاين سيجمنت. ويبقى على هذا الاساس برضو البارامتريك ايكويشن في التو دايمنشن، يعني نفس الحكايه اكس واي. ممكن بتلاقوا مسائل محلوله في التكست عندكم بدل ما بيعملها دي اكس ودي واي. يعني احنا لما جينا حليناها كوننا الايكويشن بتوين اللي هي عملناها، استعملنا واي واكس، يعني استعملناها واي واكس هنا بحيث ان هي واي ان ترمز اوف اكس. يعني لما جينا حليناها قلنا y minus 3 equal times 3، يبقى 3 في y minus 3 equal هنا x minus 1، ويبقى هنا المعامل هيبقى negative 2 over 3. negative 2 over 3 يعني كونها كايه؟ ك y و x، بحيث ان احنا عملناها دي اكس اور دي واي. هنا كان ممكن تستعملوها بارامتريه، بارامتريك ان ترمز اوف بارامتر تي عندك. ازاي؟ ان انت عندك هنا هيبقى الاكس ايكوال اكس نوت اللي هي 1 بلس 3 تي. جبناها ازاي؟ ان احنا مسكنا الترم الاولاني وايكوال تي، وبالنسبه للواي هيبقى ايكوال 3 ونيجاتيف 2 تي. يعني مسكنا السكند ترم ويبقى هنا في الحاله دي ده البارامتريك ايكويشن للستريت لاين اللي في التو دايمنشن. التي برضه كبارامتر رينجز بتوين 0 و 1 لانها لاين سيجمنت، بحيث لما التي ب 0، لما التي ب 0 هنا يا شباب، ادي التي ب 0 هيحصل ايه؟ هيبقى الاكس ب 1 والواي بكام والواي ب 3 اللي هي مين؟ اللي هي الستارت بوينت دي. طيب لما التي ب 1 تديك اي بوينت؟ التي ب 1 هيدي لك الاكس ب 2 والواي بكام والواي التي ب 1 يبقى الاكس 1 و 3 يبقى 4، الاكس ب 4 والواي ب 3 ماينس 2 اللي هي بايه؟ ب 1. يبقى 4 و 1 اللي هي البوينت الثانيه الاند بوينت. تمام؟ عشان كده بارامتريك فورم. وان بتوين بقى، الان بتوين يعني لو التي مثلا بايه؟ ان بتوين، لو التي
ب 1 over 4 يجيك بوينت تانية هنا. طبعا عدد لا نهائي من الايه من البوينتس بين تي ب 0 وتي وتي ب 1 عندنا. يبقى كده ده اللاين سيجمنت لو هي تي ب 1 over 4 هيجيك بوينت تانية عندك اللي هي الاكس فيها هتبقى 1 بلس 3 over 4 ده بوينت على اللاين سيجمنت، والواي هتبقى ب 3 minus 2 over 4 وشوفها بتبقى بوينت ان بتوين عندك. لما تي يبقى ان بتوين 0 1 بتديك انذر بوينت بتوين التو بوينتس. واضحه كده يا شباب؟ واضحه يا شباب؟ سهله يعني، هي سهله يعني. طيب شباب هنا نشوف كده مع بعض. كنا يبقى كده دي يعني دي تقدر تعتبرها ان هي definition ان الـ ان البارامتر تي between 0 و 1 للline segment باقي نحسب الانتجريشن على الكيرف الاولاني اللي هو C1. يبقى على الكيرف الاولاني اللي هو C1 معانا بيقول لك الشكل ده y دي اكس. اول حاجه y دي اكس الواي بكام؟ الواي ب 40. طيب ودي اكس الدي اكس ممكن نتجهز هنا تقول دي اكس ايكوال دي تي. يبقى هنا دي تي وبعدين الجزئيه الثانيه السكند تيرم زد دي واي الزد بكام؟ ب 5 تي. والدي واي عارفين طبعا هنا ادي بقى دي واي ايكوال 4 دي تي ادي 4 دي تي وبعدها الاكس دي زد لام ترمز اوف بارامتر التي هيبقى الاكس بكام؟ الاكس قلنا ب 2 بلس تي وال والدي زد الدي زد ايكوال 5 دي تي يبقى هنا ب 5 دي تي. والبارامتر تي من 0 ل 1 بقى خلاص اكيد ايه عرفناها هنا تمام. فبتحسبها على بتحسبها على الـ على الانتجريشن على الباص الاولاني هنا وتشوفه هيطلع لك بكام. الباص الأولاني ده هيطلع ب 24.5 طبعا بنوضب ده هنا بنوضبها وده single integration هيطلع ب 24.5 ده single integration. طيب الانتجريشن على الباص التاني الباص التاني C2 بنسترجع مع بعض ال equations اللي لو كنتوا كاتبينها بتقولوها وكان vertical فكان ال x ب 3 وكان ال y ب 4 كان vertical line وكان ال z كان ب 5 minus 5 t وخلاص اكيد عرفنا ان t بارامتر between 0 و 1 between 0 و 1. طيب يبقى معانا هنا الانتجريشن على الباص c2 هو الانتجريشن على البارامتر من 0 ل 1 تي تي يعني وهنحول كله ان ترمز اوف تي. طبعا هنا بنلاقي اول ترم دي اكس ب 0 والسكند ترم الواي ب 4 ودي واي ب 0 يبقى يتبقى الثيرد ترم عندنا والثيرد ترم بيقول لك الاكس والاكس ب 3 والدي زد هنلاقي هنا الدي زد ايكوال negative 5 dt يبقى times negative 5 dt يبقى الانتجريشن هنا هيطلع بكام؟ هيطلع ب negative 15 negative 15 الانتجريشن negative 15 على C2. اتفقنا مع بعض ان هو قال لك اديك مسارين يبقى الانتجريشن على C equal integration على C1 plus الانتجريشن على C2
والانتجريشن على C1 ب 24.5 والانتجريشن على C2 بناخده بالإشارة negative 15 ويطلع الفاينل ريزلت بيطلع ب 9.5. طبعا لو اداني مسار واحد يعني لو كان على C1 بس كان ب 24.5، لو كان على C2 بس كان الإجابة كانت ب negative 15، لكن C1 plus C2 لازم الإجابة بتبقى ب 9.5. ممكن تبقى بوزيتيف، ممكن تبقى نيجاتيف، ممكن تبقى بزيرو كمان يعني، ها حسب التجميع عندنا بتبقى بكام. تمام يا شباب؟ طيب ده بالنسبه للاكزامبل ده. يعني طبعا الجديد ان هو كانت بارامتريك ايكويشن للستريت لاين. للستريت لاين في 3 دايمنشن عندنا، في اي مشكله ليها؟ يعني طبعا لما كان حد بيسالني ليه البارامتر تي من 0 ل 1، فكنا قلنا يعني كنا قلنا لو معانا 2 points x1 y1 وz1 وده في بدايه الليكتشر، ومعانا another point x2 y2 وz2 another point، وعايزين الايكويشن للستريت لاين في 3 dimension عندنا. فكنا بنثبت بوينت وليكن دي، واولا بنكون الفيكتور اللي فيه فرق الاكسات x2 minus x1 و y2 minus y1 ده اللي احنا عملناه يعني، و z2 minus z1 اللي احنا عملناه اللي هو كان ال a وال b وال c. ويبقى ال equation اللي straight line هنا كان عبارة عن x minus x1 over ال a equal y minus y1 over ال b equal ال z minus z1 over ال c و equal ال parameter t، حيث البارامتر تي في الحالة دي خلاص من 0 ل 1. ده equation of line segment joining between two points في الـ space عندنا. نشوف مع بعض كده another example. بعرفوا ده example سهل يعني، ما فيهوش حاجة، لأنه برضو بيقول لك line segment اللي joining من 0 و 0 و 0 ل 1 و2 و3. عايز evaluate ال curve integral ده على ال ايه ال integrated function دي. فده برضو ما فيهاش حاجة عندنا. line segment ده كل نفس اللي كنا بنقوله، هيبقى x minus 0 على فرق الاكسات اللي هي 1 equal y minus 0 على فرق الوايات اللي هي 2 equal z minus 0 على فرق الزدات اللي هي على 3 و equal البارامتر t. يبقى البارامتريك equation هيبقى x equal t والy equal 2t والz equal 3t، وخلاص عرفنا ان t من 0 ل 1. ده بارامتريك equation للستريت لاين عندنا. يبقى يتحول اللاين انتجرال اللي هو ده لكله in terms of only one variable. عن integration عندنا نحتاج one variable، فأنا عندي الدنيا لقيا فيها x y و z و t، ها؟ فعايزين نوحد، هل هتعمل integration with respect لل x ولا with respect لل y ولا with respect لل z ولا with respect لل t؟ فقلنا لا، هنخليها parametric in terms of t. في الغالب يعني most common للproblems بنتعامل مع parameter t يعني. فعرفنا parametric equation للstraight line في ال 3 dimension، ولو otherwise لو كيرف تاني زي الهيليكس اللي عدى علينا ده الحلزوني او السوستة، فبيدي لك البارامتريك equation. يعني ممكن يدي لك البارامتريك equation دي، لو ما ادهوش يبقى المفترض ان انا ابقى عارف ايه من ضمن اللاين سيجما. طيب يبقى هنا هيبقى الانتجريشن هيبقى من 0 ل 1، بقى البارامتر من 0 ل 1. الاكس قلنا ب t، e to the power الواي قلنا ب 2t، والزد قلنا ب 3t. لسه ما جهزناش الدل. الدل عبارة عن root x dot square ب 1 plus y dot square ب 2 square 2 square plus z dot square اللي هي 3 square. مين الكلام ده؟ لأن دي t، لأن ادهالنا dl دي DL. يبقى هنا DL هيبقى equal root هيبقى 1 plus 9 10 plus 4 يبقى root 14
دي تي. يبقى المقدار ده عبارة عن روت 14 دي تي. طيب الكلام ده ودنا لإيه؟ أدي روت 14 نخرجها برا، والإنتجريشن من 0 ل 1 ل T times E to the power 6T square أكيد دي برضو ستاندرد، ها؟ دي ستاندرد كانت 20، يبقى هنا أدي 12 يعني 14 روت 14 over 12، وبيطلع ب E to the power 6T square، وسبستيتيوت عندنا من 0 ل 1 عندنا. يبقى هنا اجي لما substitute يبقى root 14 over 12، لما substitute عن t ب 1 يطلع e to the power 6 minus لما substitute عن t ب 0 يطلع ب 1. يبقى ده الفاينل ريزلت اللي قلناه، عبارة عن لاين انتجرال للانتجريتنج فانكشن اللي اداها على كيرف سي، والكيرف سي قال لك هو الايه اللاين سيجمنت اللي جويننج بتوين التو بوينتس. ده الفكره في الايه في المساله اللي هي دي. طيب معانا بقى نشوف كده مع بعض في اي سؤال او اي استفسار في اي حاجه مش واضحه. يعني معانا كده جزئيه كده صغيره بنبداها كده مع بعض، ومهمه مهمه جدا، اللي هي الجرين سيري. جرين سيري الجرين سيري ده يعني جرين ده يعني نظرية لشخص، هو شخص اسمه جرين يعني هنا. والنظرية دي السيري دي عبارة عن ايه؟ يعني زي ما شايفين كده بيبقى عندنا ريجون دي، ريجون دي الريجون اللي بينها الخلا، وعندنا كيرف سي ليه اتجاه موجب، والاتجاه الموجب هو الانتي كلوكوايز اللي هو عكس عقارب الساعة. فمعانا كلوزد، اولا معانا كلوزد كيرف ده، يعني الكيرف سي كلوزد، فمعانا الكيرف سي كلوزد على اريا ريجون دي، ريجون دي اللي هي ريجون دي وهي كلوزد. فجرين هنا وليها اتجاه هي الاتجاه الانتي كلوكوايز اللي هو عكس عقارب الساعة، يعني طول ما هو ماشي، هو جرين بيقول هو كان بيتخيل ان هو طول ما هو ماشي بيبقى شماله الحديقة اللي هي الجزء اللي متهشر في الريجون دي اللي هي دي. طيب دي مبدئيا اللي هي ايه، دي مبدئيا اللي هي ايه الجزء اللي هو ده، تمام. طيب جرين هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان على الكلوزد اريا اللاين انتجرال على الكيرف سي اللي هو كلوز لشكل معين، ستايل معين، عباره عن ايه؟ عباره عن فانكشن بي، فانكشن في اكس وواي بي دي اكس بلس فانكشن ثانيه كيو فانكشن في اكس وواي بلس كيو دي واي، يبقى بي دي اكس بلس كيو دي واي. طيب الـ يعني اللاين انتجرال ده لازم بيبقى كلوزد، يعني شرطه انه بيبقى كلوزد عندنا. عباره عن ايه بقى؟ بيقول لك في الحاله دي جرين بيقول لك ان اللاين انتجرال ده بيتحول لدبل انتجريشن، والدبل انتجريشن يبقى بيساوي دبل انتجريشن على الريجون دي بس لشكل معين، عبارة عن كيو اكس اللي هي بارشل كيو باي بارشل اكس ماينس بي واي اللي هي بارشل بي باي بارشل واي دي اريا اللي موجود عندنا. ده جرين سيري. يبقى الجرين سيري بيقول لك ايه هنا؟ اولا بيشترط تبقى كلوزد، ان بيبقى كلوزد كيرف، كلوزد كيرف يبقى الانتجريشن على بيحصل كلوزد اريا، وان هو ليها اتجاه، هو الاتجاه البوزيتيف هو ان هو يبقى انتي كلوكوايز اللي هي عكس عقارب الساعه بهذا الشكل، هو طول ما هو ماشي بيبقى شماله الجرين او شماله الحديقه هنا. وبيقول لك اللاين انتجرال على الكلوزد، الكلوزد اللي بي دي اكس بلس كيو دي واي بيتحول لدبل انتجريشن،
لإيه بس الشكل معين integrating function عبارة عن qx minus by. ده مبدئيا ده أولا. جرين ليها two results مهمين برضو عندنا. ليها اثنين results بنستعملهم مع بعض وموجودين في المسائل. ليها result one result one أول result إن ممكن نحسب الأريا لأن طالما اللاين integral يتحول double integration ممكن نحسب الأريا. الأريا دي يعني إمتى الدبل إنتجريشن ده يبقى أريا؟ لو الكمية دي ب1 اللي هي QX minus BY زبطناها أو اخترنا Q بشكل معين و B بشكل معين بحيث يبقى QX minus BY بيبقى ب1 يبقى ساعتها الدبل إنتجريشن هيبدي الأريا. ده result 1 من green area من green scene. طيب الريزلت التاني يعني الاثنين ريزلت دول مهمين. يعني في بعض الاحيان يقول لك يوزنج جرين سيري. جرين سيري يعني يديك لاين انتجرال يبقى كلوز وبيبقى الاسهل نلاقيه ان احنا نحسبه دبل انتجريشن عندنا. الريزلت التاني ريزلت 2 ان في يعني في بعض الاحيان ممكن نلاقي ان طبعا عرفنا من حل المسائل هو لاين انتجرال ان ديبنس على الباص. يعني يدينا باص سي 1 يطلع لنا اجابه, باص تاني يطلع لنا اجابه تانية. كل ما بنغير الباص بيطلع ايه؟ بيطلع اجابه دي. عرفناها. بعض الستايلات للمسائل بتبقى اندبندنت اوف ذا باص. اندبندنت في بعض الاحيان بيبقى اللاين انتجرال اندبندنت اوف ذا باص. امتى بيتحقق الكلام ده انه يبقى اندبندنت اوف ذا باص؟ في الحقيقه لقيوا او قال ان هو لما بيبقى كيو اكس قد بي واي, يعني بارشال كيو باي بارشال اكس ايكوال بارشال بي باي بارشال واي. مين الكيو؟ هي الفانكشن اللي تايمز دي واي, ومين البي؟ هي الفانكشن اللي تايمز اللي مضروبه في الجي اكس. فيبقى لقوا في استيلات بعض المسائل ان لو تحقق ان للكلوزد انتجريشن ده او لللاين انتجرال تحقق ان كيو اكس قد بي واي, لو تحقق هذا يبقى الانتجريشن اندبندنت اوف ذا باص. ودي نتيجه بنستعملها دايما عندنا في المساله. يبقى من هنا ورايح لا اصلا لو اداك انتجريشن بالستايل ده, يعني اصلا لاين انتجرال ويقول لك ايفالويت لاين انتجرال في صوره بي جي اكس بلس كيو جي واي, اول حاجه في الحقيقه حتى لو ما طلبهاش في المساله بنشوف هل الانتجريشن ده ديبندنت ولا اندبندنت اوف ذا باص. في الاول احنا بنتشيك دي لينا, فبنشوف هل الـ QX قد الـ BY ولا لا. لو لقيناهم مختلفين قدامنا option لو هو closed ان احنا نستعمل green حتى لو ما ليش مسألة. طيب الـ option التاني لو لقيناها independent, احنا عملنا check من نفسنا ولقيناها independent, يبقى قدامنا option نختار اي مسار يعجب. طبعا دي ميزتها ايه؟ ان افضل الباص لو هو straight line افضل باص عندنا ان احنا نمشي horizontal vertical, نمشي في اتجاه ال دي اكس ودي واي اللي هي horizontal vertical عندنا. دي عندنا يعني دي من الحاجات المهمه عندنا اللي هي اسمها جرين سيري عندنا. يبقى جرين سيري اللي احنا قلناها دلوقتي قلنا ايه؟ قلنا ان هي بتحسب line integral على closed or relates relationship or relates between line integration and double integration. يبقى main green theory بتربط او relates between line integral و double integration من خلال ان بيقول ان line integral على closed curve, line integral على closed curve C, وعلشان يقول لك closed curve فبيروح عطي لك العلامة دي, يحطها لك العلامة دي line integral على closed. معنى العلامة الدايرة دي ان هو closed curve. لو ما قالكش ان closed curve ممكن
في السياق الحديث زي ما نشوف معانا في المسائل، يقول لك مثلا يديك مثلا right triangle، يعني يدي لك مسار، يعني ممكن ما يقولكش نكلوز بس يقول لك مثلا right triangle start من 0 و 0 او triangle start من 0 و 0 لغاية مثلا say 1 و ايه 1 و 0 مثلا، يبقى يدي المسار الاولاني C1 ثم كمل من 1 و 1 مثلا لغاية ايه مثلا say مثلا half و 2 مثلا، فده مسار C2 ثم كمل من half و 2 ورجع تاني لغاية 0 و 0. يعني ممكن بدل ما يقول لك انه close يفضل يدي لك ايه، يقول لك من كذا لكذا، يبقى بل start من 0 و 0 راح بقى مشي ل C2 ثم ل C1 و C2 و C3 رجع لايه، رجع من حيث ابتدى، يعني انتهى من ايه، من حيث ابتدى اللي هي الستارت اللي هو 0 و 0 عندي. يبقى في الحالة دي بنستنتج ان هو برضو closed، انه مسار closed. يبقى دي في الحالة دي بنستنتج انه closed curve، يبقى لاما بيقول لي انه closed curve C، والC هنا في الحالة دي طبعا عارفينها هيبقى عبارة عن C1 plus C2 plus C3. طبعا يعني هنا اللاين انتجرال عرفناه ان هو بنجمع الباصص C1 وC2 وC3 حسب هو كلوزد باص عدده قد ايه بنجمعه، وهل هو ستريت لاين ولا عبارة عن المشي ستريت لاين ثم بارابولا ثم كيرف تاني ثم ثالث ثم رابع. يعني اهم حاجة بيبقى عندنا كلوزد كيرف وليه دايركشن اللي هو انتي كلوك وايز اللي هو عكس أقرب الساعة، ده الدايركشن البوزيتيف. يعني لو قال لك البوزيتيف دايركشن يبقى في اتجاه اللي هو الانتي كلوك وايز عندنا. اللاين انتجرال زي ما عارفينه هو بياخد وقت، لان هو لما هحسبه على 3 باصز، لو هو كلوزد باص على 3 باصز، دوري في كل باص من الثلاثه اعرف الايكويشن ليها ايه، الايكويشن للباص او المسار شكله ايه، وهزوله لبارامتر تي وشكله ايه برضه ها عشان احسب. فواضح ان هي طويله، فممكن يا اما يقول لك فيرفاي او يوز. لو ما قالش حاجه يبقى احنا يوزنج جرين سيري. في الحالة دي امتى نستعمل جرين سيري؟ بنرجع تاني للسلايد، لما بيبقى بالشكل ده لازم ياخد شكل معين، بي دي اكس فانكشن بي اللي هي فانكشن في اكس واي، بي دي اكس بلس كيو دي واي فانكشن كيو كيو جي واي ايكوال كيو اكس ماينس بي واي عندنا، تمام. طيب يبقى ده بالنسبة لجرين سيري عندنا. ومعنا قلنا الريزلت الاولاني ان احنا ممكن نحسب الاريا. طبعا امتى الدبل انتجريشن تدينا اريا؟ لو ظبطنا الكميه اللي هي كيو اكس ماينس بي واي، ظبطناها بشكل اخترناها بشكل معين بحيث تديك الاريا، يبقى في الحاله دي الدبل انتجريشن للدي اريا على ريجون دي بتديك الاريا عندك. ده الريزلت الاولاني. الريزلت الثاني عندنا ان احنا بيكون اندبندنت اوف ذا باص، اللي بيبقى اندبندنت امتى يبقى independent of the bus؟ التكامل لا يعتمد على المسار. لو كان ال line integration على الشكل اللي هو bgx plus q function q dy، قلنا انه هيبقى double integration على region g للكمية دي اللي هي qx partial q by partial x minus by g area، امتى يبقى independent of the bus؟ لو ال qx equal ال by، يبقى ده شرط ان يبقى الانتجريشن ده الريزلت التاني من جرين، امتى يبقى independent of the bus. طيب بنشوف مع بعض هنا طبعا امتى الستايل عندنا اللي ادينا الاريا وهنطبق عليها في المسائل. معانا ستايل من ثلاثة، يعني في ستايل بيجيب لنا الاريا، ستايل من ثلاثة، لاما انتجريشن على line integral للشكل x دي y او ده ستايل، والستايل الثاني انتجريشن على لاين انتجرال نيجاتيف y دي x، والستايل الثالث ان بناخد هاف، هوريها لكم طبعا، يعني هاف اللاين انتجرال لميكسينج ما بينهم اللي هم x دي y ماينس y دي x.
يعني واحد من الثلاثة دول بيدي لك الاريا between two curves. طبعا هنلاقي هنا ان ممكن نحسب الاريا between two curves باستخدام as a result of green، يبقى باستخدام green green theory، ودي هنشوفها مع بعض في المسائل. بنشوف مع بعض كده مسائل، يعني هي جرين جديدة لكن مهمة، وهي ميزتها ان هي relates between line integral with double integration. بنشوف مع بعض كده الأول example كده، نشوف مع بعض الإكزامبل ده. بيقول لك evaluate the integration ده line integral the x to the power 4 dx plus xy dy، ده شكله integration على curve C، حيث C قال لك هي triangle curve. triangle curve consists of the line segments من 0, 0 لغاية 1 و 0، من 0 و 0 لغاية 1 و 0، يبقى ده الكيرف الأولين C1، وبعدين من 0 و 0 ل 1 و 0، وبعدين من from 0 ل from 1 و 0 ل 0 و 1، يبقى الكيرف الثاني خلي بالكم بناخد قال لك من 1 و 0 ل 0 و 1، ده الكيرف الثاني، وبعدين and from 0 و 1 ل 0 و 0، from 0 و 1 ل 0 و 0، يبقى ده سي 7. طبعا بنلاحظ في اللي هو قاله ده، بنلاحظ اللي هو قاله، هو ما قالناش صراحة انه closed، لكن قال لك start هو من 0 و 0، راح ماشي ل 1 و 0 من خلال C1، وبعدين من 1 و 0 ل 0 و 1 ادي C2، ومن 0 و 1 ل 0 و 0 اللي هو ال end عند ال point بتاعه. يعني هو ما قالش closed، لكن هو وهو بيوصفه ده معناه انه closed طبعا. تمام، فيبقى معنى كده ان ده closed، ان ده integration على closed line، يعني لان هو التريانجل ده start من point و end عند the same point اللي هي 0 و 0، ده مبدئي، بحيث ان كل between كل اتنين مع بعض ده يعتبر ده C1، والاتنين التانيين ده C2، والاتنين التانيين ده C3، ثلاث مصادر 3 باصيص. الشكل ده طبعا هو closed، هو closed يعني بيحصل closed area زي ما شايفين، يحصل closed area، وفي صورة bgx plus qdy comparing طبعا ال b وال q، بنلاقي هنا اجي ال b هي الـ x to the power 4 والـ q هي الـ times إيه؟ gy، يعني الـ b هي الـ times الـ b of x وy، هي الـ function الـ times dx اللي هي x to the power 4، والـ q اللي هي الـ function برضو في x وy اللي هي الـ x وy مبدئيا هنا. طيب يعني علشان طالب الـ integration هنا، لو قدامك هنا اوبشن من اثنين، يعني على فكره الاوبشن الاولاني انه ممكن واحد يقول لي لا انا مش عايز استعملها دبل انتجريشن، الاوبشن طبعا الاسهل ان انا استعمل جرين، يعني الاوبشن الاسهل. كان ممكن في ستايلات من المسائل في بعض الاحيان كان بيقول لك فيرفاي جرين سيري هنا مثلا، كان فيرفاي معنى الفيرفاي ان انت تحسبها في الاتجاهين، يعني الاول مره انك تحسبها انتجريشن على الكلوزد اللي هو على سي، اللي هو عباره عن انتجريشن على سي 1 دي فاليو بلس انتجريشن على الكيرف الثاني اللي هو سي 2 بلس انتجريشن على الباص الثالث اللي هو سي 3 وتطلع قيمه، تطلع قيمه. والحل الثاني ان اللاين انتجرال ده ابلاي جرين، الجرين هنا بتقول لك ايه، ان دبل انتجريشن
على الشكل اللي هو QX minus BY. QX للدي اريا على الريجون دي عندنا. والريجون دي هي الريجون الكلوز اللي هي بتحصر الكيرفات، مجموعة الكيرفات اللي بتجيها في المسألة عندنا. طيب الـ QX كام هنا؟ الـ QX partial Q by partial X Y. طب والـ BY partial B by partial Y بزي. طيب والشكل ده لو هنعمله بالدبل انتجريشن، طبعا الدبل انتجريشن دلوقتي برضو بقى ملعب، يعني هي ميزة جرين ان هي بتحول لي لاين انتجرال لدبل انتجريشن، والدبل انتجريشن ده بيعتبر بيسهل لنا طبعا اكيد اجراء المساله كتير عندنا. لو عملنا لها سكاننج بفيرتيكال ستريب، فيرتيكال ستريب يبقى باقي دورنا بس ان انت تعرف الايكويشن الستريت لاين اللي جوينينج بتوين التو بوينتس هنا، ودي معروفه x بلس y ايكوال 1 او ان الواي ايكوال هيبقى 1 ماينس x. يبقى هنا عندنا ادي اللاين انتجرال، اللاين انتجرال اللي هو عايزه في المساله هيبقى تحول لدبل انتجريشن الكميه كيو اكس ماينس بي واي اللي هي واي. طيب والجي اريا لقينا هنستعمل فيرتيكال ستريب يبقى جي واي دي اكس، حدود الواي من واي بزيرو لغايه واي للستريت لاين اللي هي 1 ماينس اكس، وحدود الاكس هتبقى من اكس بزيرو لغايه X بال1 بس. يبقى ده طبعا اكيد اسهل عندهم. يبقى اللاين انتجرال C اللي مطلوب في المسألة ده اللي طلبه في المسألة، لقينا الافضل ان احنا using جرين عندنا، والجرين كان double integration لإيه؟ لQX minus BY اللي هي طلعت بور، والجي اريا عملنا لها scanning بvertical streak اللي هي GY GX من y بزيرو لغاية 1 minus x اللي هي straight line، والx من زيرو. طبعا كده بقت أسهل بكتير. الانتجريتنج فونكشن دي هي مش separable ولكن سهلة، احنا بنضيف على الباور 1 ونقسم على الباور 2 اللي هي y square over 2 وسبستيتيوت عن ال مرة بزيرو مرة ب 1 minus x. يطلع الانتجريشن الداخلي هيبقى half، والانتجريشن هيبقى من زيرو ل 1 ل 1 minus x all square dx. دي function ليها باور، والderivative هيبقى بنيجاتيف half، وبيضيف على الباور 1 يبقى 1 minus x all cube، ويقسم على الباور الجديد وsubstitute من 0 ل 1 وهيطلع ال final result ب 1 over 6. ده ال final result في المسألة عندنا 1 over 6. يعني أكيد برضو لو يعني هنا لينا حرية الاختيار، ليك حرية الاختيار أن أنت تحسبه كدبل انتجريشن أبلاي جرين، بس لما بتتحقق أن هي closed area وفي الشكل، يعني أنت تطبق جرين لما بنتحقق أن هي closed area وفي اللي هي المسار بيحصل يعني range في closed area، وان هي الانتجريتنج فانكشن في صوره بي جي اكس بلس كيو جي واي عندنا لكلوزد باس عندنا. ليك حريه الاختيار ابلاي دبل انتجريشن، ودي اكيد كلكم بتفضلوها، او ان احنا لو حد قال لي انا مش هستعمل جرير، لا ده انا هخليها اللاين انتجرال هي على الباس الاولاني سي 1 اللي هي الباس ده من 0 و 0 لغاية 1 و 0 اللي فيها y ب 0 بلس الباص على c 2 اللي هو من 1 و 0 لغاية 0 من 1 و 0 لغاية 0 و 1 اللي هو كان x بلس y equal 1. شو بقى هتستعملها بارامتري ولا دي x ولا دي 1 بلس الباص التالت اللي هو c 3 وال c 3 عندك اللي هو كان ده من 0 و 1 لغاية 0 و 0 اللي هو ال y axis اللي هو x ب 0 للشكل اللي موجود عندنا. فلو مش هستعمل جرين طبعا، يعني لو هو ما ألزمناش، يعني لو هو هنا ما ألزمناش بطريقة معينة، فممكن ان انت
الافضل طبعا ان احنا بنستعمل الدبل انتجريشن. لو قال لك evaluate line integral وحد حابب انه يقول لي عادي هعملها على C1 وC2 وC3 ويجمع الثلاثة وياخدهم بالإشارة ويطلع الريزلت، أكيد هيطلع الريزلت برضو، أكيد هيطلع الفاينل ريزلت تطلع ب1 over 6 ماشي. لو الحاجة الثالثة بدل evaluate كان قال لك verify، لو كان عايز verify فمعنى verify يعني بمشي في الاتجاهين، أحلها بلاين انتجرال وأحلها بجرين، ولازم الاثنين يطلعوا لي the same result عندنا اللي هي 1 over 6. ده بالنسبة لي جرين. يعني ممكن كده برضو بنشوف مع بعض. another example. Another example هنا بيقول لك ايه، هنا بيقول لك evaluate the line integral ده 3y minus e to the power sin x dx plus 7x plus root y to the power 4 plus 1 dy على closed، دي علامة closed يبقى هنا ذكرها ان هي كلوز، وقال لك C هي السيركل x square plus y square equal 9، وهنا قال لك انها كلوز تمام. يبقى دي equation للسيركل center 0 0 وradius A وradius 3. center 0 هي closed، يبقى ال C هي ال circle اللي center 0 0 radius 3، يبقى هنا 3 وهنا negative 3 وأكيد هي closed، فأدي ده ال region دي. يعني طبعا يعني المسألة دي لو فكرتوا ان انتوا تحسبوها line integral أكيد هتبقى العملية تبقى أشقة يعني، تبقى صعبة يعني تمام، وخصوصا معاكو e to the power sin x يعني عملية تبقى أشقة. فطبعا هنا الأفضل إن أنت apply green. بالنسبة للجرين بنذكرك هنا إن الفانكشن التايمز ال dx هي ال b، كل دي هي ال b، واللي تايمز dy هي كل دي هي ال t، دي بي ودي بي. فمعنا ال كيو اكس بارشل كيو باي بارشل اكس بسبب، ومعنا بي واي بارشل بي باي بارشل واي بسلي، يبقى كمية كيو اكس ماينس بي واي ايكوال ايه ايكوال فوق. طبعا يعني هيتحول اللاين انتجرال على الكيرف سي، هيتحول لدبل انتجريشن على بي كيو اكس ماينس بي واي اللي هي 4 دي الاريا على الريجون دي. طبعا كده لو ال 4 دي خرجناها بره يا شباب هنا هتبقى 4 تايمز دبل انتجريشن على الريجون دي للدي اريا عندنا، ودي عبارة عن ايه طبعا عارفينها، دي عبارة عن ايه هنا يا شباب، دي هنا هي الايه، دي هنا هي ايه يا شباب، مساحة الدايرة. ايوه مساحة الدايرة. فخلي بالكم هنا ان ممكن الاريا للسيركل ممكن يقول لك سنتر، يعني بدل ما يبقى صريحة هي مش محتاجينها في حاجة، يعني ممكن يقول لك سنتر مثلا عند 7 و 9 وريديوس 3، يعني ان اني واي هي بأي شكل هيبقى 4 تايمز مساحة الدايرة دي اللي هي 4 في باي في الاي سكوير اللي هي في 3 سكوير اللي هي يبقى الفاينل ريزلت 36 بار. طبعا شايفين كده الانتجريشن نفسه اللي اداه
وان هو جرين سهل لنا اجراء الانتجريشن اللي شكله بهذا الشكل خلاها في سطر خلصت المساله ازاي. يعني هو relates between line integral على closed curve و double integration، فهو ربط لنا between line integration و double integration عندنا. يعني بقلنا بس ان انا يعني ادي لك هنت ان امتى ال line integral بيمثل لنا الاريا. يعني هو هنا لو زبطنا لو ظبطنا الكيرف او لو ظبطنا البي اوف اكس والكيو اوف اكس بحيث ان هي تدي الدبل انتجريشن، يعني المثال ده تقريبا انه كان فاكتور البي اكس وكيو واي، المثال اللي عدى علينا كان نسبه من الاريا، يعني هو هنا كان فور الاريا، لو اتظبطت في مثال بحيث ان هو يبقى وان الاريا، يعني البي والكيو، يعني واضح هنا ان البي والكيو دي لما بتتظبط بحيث ان الكميه هي كيو اكس ماينس بي واي، عايزين يظبط الكميه دي كيو اكس ماينس بي واي بحيث لو اديت له 1، لو ادينا 1 يبقى يصبح اللاين انتجرال يدينا الاريا، لما يصبح ان اللاين انتجرال على كلوز يدينا ايه؟ يدينا الاريا. نحاول كده نفكر فيها، يعني نحاول كده نفكر فيها تيجي ازاي، بنجيبها ازاي. عايزه اوضحها لك كده، يعني هي عمليه بتبقى سهله. احنا معانا انتجريشن على كلوزد كيرف، معانا انتجريشن على سي لبي دي اكس بلس كيو dy plus q dy، عايزين يدينا الاريا، فممكن هنا انتجريشن ده يبقى ممكن يبقى x dy، اول فورمولا يدي الاريا يبقى في صورة x dy. x dy والفورمولا الثانية ممكن يبقى نيجاتيف y دي x، والفورمولا اللي بتبقى most common رقم 3 دي اللي بنستعملها اللي هي half integration ل x دي y minus ال y دي x. طيب يبقى لو قلنا ان الاريا هي بتيجي من لاين انتجرال بالشكل ده هاف على لاين انتجرال x دي y ماينس الواي دي اكس، كومبيرنج الاثنين دول ببعض، نقارن الاثنين دول ببعض، دي سبيشال كيس. يبقى سبيشال كيس لبي وكيو لو اخترناهم ازاي؟ البي دي اكس يبقى ال b بنيجاتيف y، وال q دي y يبقى ال q ب x. ساعتها بقى هيبقى ايه؟ ال b y بكام؟ ال b y بنيجاتيف 1، وال q x بكام؟ ب 1. يبقى الكمية اللي هي q x minus b y هتبقى بكام؟ ب 1 minus minus 1 تبقى ب 2. يبقى الانتجريشن ده يبقى الانتجريشن ل x دي y ماينس ال y دي x هيبقى بدبل الاريا عندنا. يبقى الانتجريشن اللي هو ده x دي y ماينس، وعلى هذا الاساس يبقى الاريا نفسها عباره عن هاف الانتجريشن ده. يبقى في الشكل اللي هي رقم 3 الانتجريشن اللاين انتجرال ده هيبقى بدبل الاريا، وعشان كده بناخد هاف الايه هاف الانتجريشن اللي هو دي من ضمن الحاجات اللي يعني بنحاول ان احنا نشوفها، وبنحاول كده يعني دي بتدينا ان ممكن قدامنا اوبشن ان احنا نحسب الاريا الانكلوز باي الابس، الالبس ده باستخدام اللاين انتجرال عندنا.
ان احنا هنا طبعا عارفين الاليبس، بنذكركم بالاليبس البارامتريك ايكويشن ليها الاكس ايكوال اي كوساين تي والواي ايكوال بي ساين تي. ايش معنى الشكل ده؟ لان الشكل ده لو مسكته وحطيته هنا عوضت عن الاكس بالاي كوساين تي يبقى اي سكوير كوساين سكوير اوفر اي سكوير بكوساين سكوير، وحطيت هنا الواي سبستيتوت عن الواي ببي ساين تي نلاقيها سبستيتوت الايكويشن عندنا. طيب طبعا تعلموا الاليبس ليه بهذا الشكل، الميجور مع الاكس اكسيس الكمية الاي باعتبار ان الاي جريتر زان البي، فده شكل الاليبس طبعا عارفينه. طبعا ده شكل الاليبس. ممكن نجيب الاريا للاليبس ده، ده الاليبس الميجور اكسيس ب 2a والماينر اكسيس ب 2b، من نيجاتيف a ل a ومن نيجاتيف b ل b. الميجور اكسيس اللي هو ده ب 2a والماينور اكسيس اللي هو ده ب 2b على الواي اكسيس وقيمته 2b عندي. فبنشوف كده دي هنا دي احدى يعني الاستايلات، يعني ممكن يدي لك اي تو كيرفز ويقول لك find the area between two curves as a result برضو of green between اي تو كيرفز، مش شرط يبقى يعني اهم حاجه طبعا بيبقى الكلوزد ان الكيرفات بتحصل region بتكون كلوزد عندهم. هنا يعني الاستراتيجية هنا ان ممكن نستعمل اللاين انتجرال عشان نحسب الاريا للاليبس. الحاجة التانية طبعا عارفين كلنا ان الاريا للاليبس ده عبارة عن باي، يعني الفاينل ريزلت عارفينها هتطلع بباي تايمز الاي تايمز البي. لو كانت سيركل هتبقى باي اي سكوير لان الاي ايكوال البي، وكان لو كانت سيركل، لو كان طبعا اثر وايس بيبقى مش عارفين الاجابه يعني. طب يعني وبنطلعها عندنا. طيب الستايل اللي هيطلع لنا لاين انتجرال عندنا دي قلناه ان الاريا عباره عن هاف انتجريشن لاكس دي واي ماينس الواي دي اكس، وده لاين انتجرال عندنا على الكلوزد كيرف اللي هو as a result لما بنختار ال b وال q بشكل ستايل معين بحيث ان الباكج اللي هي qx minus by عايزينها تطلع بايه؟ تطلع ب 1. فده ستايل من. طيب نطبقها ازاي؟ سيمبل معانا ادي ال x بال a cosine وال y بال b sine، واكيد طبعا عارفين ان البارامتر t هي الانجل او هي between 0 و between 2 bar. يبقى الانتجريشن ده هيبقى half integration من 0 ل 2 باي الx بالa cosine والdy نفاضل دي b cosine t dt b cosine t dt minus الy بb sine والدي اكس نفاضل دي تبقى بنيجاتيف الاي ساين تي دي تي ساين تي دي تي. طبعا الانتجريشن ده هيبقى اي بي كوزين سكوير وبلس اي بي ساين سكوير، لو خدنا الاي بي كومن يبقى اي تايمز البي اوفر 2، ويبقى الانتجريشن ده هيبقى من 0 ل 2 باي ل دي تي لان ساين سكوير بلس كوساين سكوير بيبقى ب 1، يبقى اي بي تايم اوفر 2 تايمز 2 باي يبقى باي تايمز الاي تايمز البي. يبقى الانتجريشن اللي هو الاريا بالشكل اللي عملناه هيبقى باي تايمز الاي تايمز البي.
ده من الحاجات يعني اللي مهمة عندنا ان الريزلت من جرين، الريزلت من جرين اللي هي بنقدر ان احنا نحسب الايه، نحسب الاريا عندنا.